اي دي قناه الشروق العمور اختاروا برنامجنا الصباحي الخدماتي بامتياز صباح الشروق، اعينكم لا ترى الا النور مع فقراتنا ومحطاتنا وضيوفنا المميزين انا وزميلتي ايمان. شكرا صباح الخير. لطفي صباح النور، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بالجميع. انتم تعودتم على هذا الموعد الصباحي الخدماتي صباح الشروق، اهلا وسهلا بكم على الجديد متجدد من خلال مضمونه، من خلال ضيوفه، من خلال مواضيع ايضا ان شاء الله حتستفادوا كثيرا من خلال عددنا لنهار اليوم. انتم بداكم ملتفين حول مائده الفطور، قولوا لكم صحتكم القهوه استغلوها وقعدوا معنا، ننسوكم الى غايه 10:30 صباحا. على من تقع مسؤوليه المذاكره والمراجعه بالنسبه للابناء، على الاب ام الام؟ هو الموضوع الرئيس اللي اخترنا الحديث من خلاله معكم مشاهدينا. كثرنا من اتصالاتكم، ارقام تليفون في خدمه الجميع، يمكن للجميع ان يتفاعلوا. الموضوع الرئيسي وكل محطاتنا وفقراتنا بتواجد الكثير والعديد من الاخصائيين في مختلف المجالات، نفيد ونستفيد من احلى حضور. يا ناس يا طيبين اللي اخترتوا برنامجنا الصباحي صباح الشروق، البدايه ستكون بدايه دائما ستكون بالنشاط، بالحيويه، ببعض الحركات الرياضيه اللي نتبعوها مع بعض في هذه الورقه. ولنعاودها بقوم على ما تروحوش بعيد. صباح الخير مشاهدينا الكرام، دائما مع الكوتش تاعكم منير بوشاوي، دائما في قاعه سترونج بودي باولاد فايد. ارو الحصه تاع اليوم تان يعني حصه خلينا نقولوا سبيسيال اللي راح نعالجوا فيها ولا راح نقدموا فيها تمارين اللي هما الناس اللي عندهم بروبليم تاع لي طوندينيت في ليبول، بوكو بلوس في ليبول، باسكو على بالي عندنا ناس بزاف اللي يرفدوا، ولا الناس اللي يخدموا في الدار ولا شغل ولا عندهم بروبليم تاع لي طوندينيت في لي زيبول. يعني اليوم تا واش نسحقوا، نسحقوا جوست لي طابي ونسحقوا بلاستيك كيما هدايا اللي عندهم في الدار عندهم، اللي ما عندهمش يقدروا يشريوا، اللي ما يقدروش يشريوا ماشي لازم بلاستيك، تقدروا تسحقوا يعني سربيتها ولا في الدار تقدروا تخدموا بها التمرين اللي راح نديروه ولا راح نوريه لكم فيما بعد. دائما قبل ما نبداو الحصه تاعنا كالعاده التسخينه تاعنا اللي راح نبداو بهم دائما راني نعاود لكم فيهم باش يعني توجور نشفاو عليهم وتوالفوهم وتخدموا معايا دائما. يعني اي حصه ماشي لازم انا نكون معكم في الدار ولا تقدروا انتم تخدموهم وحدكم، 10 امام 10 خلف. هنا باش نزيد نشوف شويه ليفو ديالي، هنا نشوف شويه لي بواني ديالي العكس، نزيد شويه لي زيبول لهنا للخلف، باسكو علاش هما اللي حنا نخدموا بهم، هما اللي حنا نبازيو عليهم اليوم في التمارين تاعنا هذوما، شويه للامام شويه للخلف، نزيدو نشوف شويه لومبير ديالنا باش خلينا نقولوا نديرو تسخينه لكاع الاعضاء ولا لكاع لي جروب ميسكولار ديالنا. هنا نهبط بالعقل، دائما نزيد شويه لي سكوات، نهبط انا بالعقل، دومي سكوات ولا سكوات كومبلي كيما حبيتو ديرو. يعني نزيد نكمل التمرين تاع السكوات بالحركات تاعي ديال هنايا كما قلنا باش نشوفيو بيان لي زيفون ديالنا بحركات بسيطه. ندخلوا مباشره في التمارين تاعنا، نبداو بالتمرين الاول اللي راح نبداو به كما قلنا الالاستيك راح نخدموا به في الاخر. راح نتكسر هنا على ظهري في الوضعيه اللي راني فيها، نلصق بها ظهري، نجبد ماكسيموم لي بي ديالي، يدي راح يكونوا لهنا للاعلى اوكي في حركه ولا متوازيين. واش راح ندير؟ راح نسي ندير حركات للخلف، راح نسي ندير نصف دائره ولا خلينا نقولوا تقريبا دائره كامله، نسي نرجع هنا بلا خلف حتى للخلف حتى وين تقريبا يدي يقيسوا الارض ولا يقدروا يقيسوا الارض، معليش نعاود نطلع بالعقل هنا ما ننساش لا ريسبيراسيون ديالي دائما جو نسبير اي جيكسبير، نجيبو من لهنايا للخلف هنا مو راسي ونعاود نجيبو لهنايا يكونوا مقابلين وجهي. هذا التمرين اللي نشوفوا فيه راح نديروه 10 خطرات ولا 10 ثواني يعني كما حبيت تسبوا بالوقت ولا 15 ثانيه بالنسبه للناس اللي تقدر يعني يكون عندها شويه قدره، الناس اللي ما تقدرش كما قلنا عادي حنايا باش نتعاملوا مع كاع خلينا نقولوا كاع يقدروا يخدموا معنا، ماشي لازم نديروا 10 ثواني ولا 15 ثانيه، تقدر حتى وما تكملش 10 ثواني 5 ثواني معليش وشنو، لكن نسي نديرهم دي سيري تسمى 4 سيري تاع 5 ثواني ولا 10 ثواني ولا حتى 15 ثانية. وإلا كان كما قلنا الناس هذو التمرينات الأول راح يكون عندهم تزيد لهم شوية في دولور أو نيفو ديبول، واش ندير؟ نسي نبدل الحركة يعني عادي نقدر أوليو ندير هكذا نسي نبدل يدي لهنايا هنا ونسي نرجع للور هنا، هذه تقدر تجوز كما هنا نفس الشيء. يعني ليسونسيال وين نحس ما يكونش عندي الم او نيفو ديفول ونقدر نخدم هذا التمرين اللي رانا نديرو فيه. هذا بالنسبه للتمرين الاول، نروحوا للتمرين الثاني نفس الوضعيه اللي راح نكونوا بها ونفس الوضعيه تاع يديه، لكن بك التمرين راح يختلف. يعني في عود ما نروح للخلف راح نروح هنا سو لو كوتي، هنا نسي نجيب يدي ونعاود نطلع ونعاود نطلع، خطره اليمين خطره اليسار كما قلنا هذه التمارين رانا نديرو فيهم
ماشي باش باش نطلعوا لا فريكونس كاردياك ولا نخدموا كارديو ولا، هادو تمارين بسيطه اللي باش نقصوا بهم شويه لي دولور اللي يكونوا او نيفو دي بول ولا حتى نقويوا بهم عضلات تاع الكتف تاعنا لانها عضلات صغيره وفراجيل شويه. اوكي صافي ديروا شنو هاد التمارين بالنسبه للناس اللي عندهم لي طوندينيت هنايا كيما راني نشوف. نفس الشيء نقدر ندير يدي كما قلنا هكذا، باسكو كاين يدير كي يدير هكذا يديه كاين اللي يوجعوه يبقى يكون عنده الالم، تسمى واش ندير؟ نقدر نقلب يدي لهنا ونعاود نطلع. نفس الشيء كما قلنا 15 ثانيه في كل تمرين اربع مجموعات، والناس اللي ما تقدرش ولا يكون عندها الم احنا ما نحوشوش نزيدو ناغرافي ولا لا بلوسير، واش نديرو؟ تسمى نقصو في لا دوري تاع الخدمه تاعنا، في اول ما ندير 15 ثانيه نديرو 10 ثواني، وين نبدا نحس الطر تاعي ولا نحس الالم في الكتف تاعي نقص الوقت ونكمل. هذا قلنا بالنسبه للتمرين الثاني، نروحوا بالنسبه للتمرين الثالث، نبدلوا الوضعيه تاعي، راح تكون هنا نكون اكات بات على الجنو ديالي، واش ندير؟ نسي نطلع يدي وراح ندير نفس الحركه اللي كنا درناها على الظهر تاعي، نجيب هنا مره اليمين ومره لليسار، واش ندير؟ نطلع يدي حتى وين تولي النيفو تاع ليبول تاعي هنا، تسمى هنا نحبس، ماشي لازم ندير كومبليتمون هكذا، راح يكون نزيد نحس لي دولور اكثر، وحنا ما راناش نحوسوا باش نزيدوا الاصابات. هنا نطلع بلا عقل وما ننساش نتنفس، ظهري سي يكون دروا. نفس الشيء كما قلنا، نفس المجموعات ونفس الوقت اللي نخدموا فيه ولا نفس العادات اللي نديرهم. يبقى لنا التمرين الاخير هنا فاس ليا، نبدا كما قلنا لي زيلاستيك. نسي نحكم بالوضعيه هذه اللي راكم تشوفوا فيها بها لهنايا، واش ندير؟ نسي نطلع لي كول تاعي حتى وين يكون النيفو تاع لي كول تاعي، واش ندير؟ نسي راح نجبد لا دروا تجبد لاستيك ولا كوش تجبد لاستيك، يعني في نفس الوقت نسي نجبد هنايا، ماشي راح نجبد بزاف، مي وشنو؟ في هذيك لي تيرمون هذاك الصغير هو اللي راح يكون فيه نحس فيه العضله تاعي هي كيفاش تخدم هنا بالعقل. كما قلنا ماشي لازم يكون عندي الاستيك، نقدر بسربيته في الدار، اللي يقدر يشري الاستيكي مع هذا يقدر، اللي ما يقدرش سربيته في الدار، نحكمها بهذا الوضعيه هذه ونسي نجبد هنا بالعقل. اوكي اعزائنا المشاهدين، هذا كان اخر تمرين، ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم وان شاء الله تستفادوا منها، ابقوا معنا مبروشين في الحصه تاعكم، حصه صباح الشروق خصيصا حصه الرياضه تاع الصباح. ابقوا على خير، كاش اسئله ولا تقدروا تفضلوا معنا على صفحه انستغرام منير بوشاوي. ابقوا على خير، سلام. 'رجعنا لكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جربتوا هذه الحركات الرياضيه وتجربوا كل التوصيات في مختلف المجالات اللي راح نفيدوا من خلالهم احلى جمهور. عندنا اليوم محطه القانونيه راح يعالج فيها الاستاذ المحامي موضوع القتل الخطا، عندنا اخصائيه في التغذيه ايضا عندها موضوع مهم ايضا. النقرس هذا المرض اللي يقدر يصيب الكثير من الاشخاص، نتعرفوا عليه والعوامل المسببه له والكثير من النقاط حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى. راح تكون عندنا محطه بيئيه ايضا مميزه، نتعرفوا على الموضوع بعد قليل، اضافه الى فقرات اخرى. والفقره اللي تعاودوا دائما نبداو بها واللي ما نستغناوش عليها في البرنامج في صباح الشروق اللي هي مطبخ صباح الشروق بامضاء من سفير المطبخ الجزائري، لكن نذكر فقط بموضوعنا الرئيس لنهار اليوم، حفظنا الحديث عن المراجعه والمذاكره للاطفال والابناء، على من تكون المسؤوليه، عن الاب ام الاب ام الام. احنا كي كنا صغار نظن كان التلميذ الجزائري من التلاميذ اللي يدرس وحده، ما نظنش كانت بزاف هناك مساعده من الام من الاب، ماشي كيما دوك في كل الجيل الحالي. صح، الجيل الحالي اكثر شيء الامهات ربما هم اللي يتعبوا نفسيا يتعبوا جسديا. صح. يعني تصيبها في وقت الامتحانات والفروض وكانها هي اللي حتجوز الفرض والامتحان، والشيء اللي ولا انا صراحه رايي الشخصي يثير استغرابي في الابتدائي، تصيب الام تقلق على هذاك الطفل وكانه حتجوز الباك بكالوريا. صح، بكري كنا عادي، يعني تلميذ يقرا في الابتدائي صح الام ترافقه وتحاول تعاونه، لكن ماشي بهذا الضغط اللي انا نشوفه الان، الضغط يولي على التلميذ اكثر من خصوصا اذا كان الطفل الوحيد. نديو اول اتصال معنا وليس بالوحيد، نقول له الو صباح الخير. الو صباح الخير لطفي. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير ايمان. صباح النور، اهلا. حبيت نشكركم على الحصه. شكرا ليك. كاينه كبقايته. مبجايه. مرحبا بك. مبجايه، عاودي اذا كاينه بالاسم. ام جمال. ام جلال، مرحبا بك وبجلال وبكامل الناس. جمال. جمال. ربي يزيدوا جمال ونور على نور. مرحبا وسهلا. وحنا نحب الحصه تاعكم بزاف بزاف. وحنا نحبوكم كامل وين ما كنتوا تشوفوا فينا.
وخاصة الشفاء حسين. شاف حسين معنا دوك شيون ننضموا ليه ونلتحقوا به. بزاف على وصفك. هاو معك نصبحوا عليه بالخير شاف. صباح الخير شاف حسين. عي زيد شويه من الصوت باش على الخير شاف الحسين. اذا راح ننضم انا ايضا للشيف حسين هكذا باش نحكيو مع بعض. قولي لنا اول شيء الموضوع اللي خيرناه اليوم نحكيو على الدراري الصغار ولادنا، شكون اللي يساعدهم في المراجعه داخل البيت، انت ولا الزوج؟ انا كي كانوا صغار كنت نساعدهم بزاف، اما الان دوك كبار ما وليت ما نساعدهمش، عييت. واش من الماده اللي كنت تعاونيهم فيها؟ نعاون بزاف الفرنسيه شويه عليها خاطرني عندي بزاف مليح في القرايه. ايه عندي وليدي في الجامعه سنا ماستر. ايه ما شاء الله ما شاء الله. وعندي الاخير سنا يدير البيان. ايه ومن بعد عندي وليدي الكبير هو اللي يعاونه. ما شاء الله ما شاء الله ربي يوفقكم. شكون اللي متعبك في القرايه بزاف؟ انا اللي نساعد راجلي يعيا من الخدمه الاول عاون شويه، مي هذو الاخرين ما حبش يعاونهم خلاص. اها وكي يجي الريزولتا يبان الريزولتا يحوس يفهم ولا لا؟ يحوس يفهم يقول انا درت الكليكور علاش ما جبتش هذه علاش ما جبتش هذه علاش. وما يلومكش انت اللي كنتي تعاونيهم في المراجعه. اه نو نو ما يلومكش. خاطر كندير كلش، درت اللي نقدر عليها ندير لهم ليكور، نحي البورطابل نطفي التلفزيون بعد باقي عليهم. وحتى البرنامج دوكا ولا واعر ماشي كيما بكري؟ صح واعر، ما انا ما فهميش كيما هذوك تاع اللغه العربيه ولا ماشي كيما قريت انا خلاص. تبدل البرنامج. تبدل يجي بزاف بزاف البروغرام شارجي بزاف عليه. وما يحرجكش وليدك يسقسيك في حاجه ما تعرفيهاش؟ شويه يحشمك. تحشمي نقول لهم اقراوا باش غدوه كيف تشيكم ولادكم ما تحشموش. صح مي عندي وليدي الكبير بسلامته هو الاول برك اللي خرج كيما حبيت انايا. ربي يخليه لك ان شاء الله ويفرحك به. والله العظيم هو خرج كيما حبيت كلش 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 ما شاء الله عليه وربي يفرج عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يحميه ويحمي كامل شبابنا. يلا خلينا نروحوا للشيف حسين نلتحقوا به في المطبخ ونشوفوا مع بعض واش راح يحضر لنا اليوم، اوكي؟ يلا. داكور. شيف صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا من جديد. هاي معنا متصلة من بجاية. نعم. أم جمال قالت لك تبع بزاف المطبخ تاع الشيف حسين، صح أم جمال؟ نعم نعم. موالفة موالفة تجربي لي حسين مكيستيلير. والله لاباس الحمد لله سوال في اللام. الحمد لله مش كيف أنت وين قريبة كويت عيد صعدي دوك يعطيك الصحة. الله يسلمك ياسي بوك يعطيك الصحة. ثاني على شيف نادية ما نقدرش نحكمها في أرض الشيف دونك نسلم عليها بزاف بزاف نحبها بزاف. نبلغوها سلامك. إن شاء الله. داكور. قولي لنا موالف تجربي لي غوسيت تاع شيف حسين؟ لازم ولا عزام جربت جبتها له البارح بقلاوه تاع شيف ناديه خلصت لي روعه. خلصت لي مليح. برافو برافو. اه انا ننصحك باش تجربي ثاني لي غوسيت تاع شيف حسين وسيرتو رمضان قريب دونك راح تلقاوهم تحتاجوهم. ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا على الاتصال. شكرا يا ربي حبيت نشكرك ربي يوفقكم ربي. شكرا. كيما ايما كيما شكرا. شكرا لك بالسلامه. بسلامة. إذا مشاهدينا نعاودوا نصبحوا بالخير على كامل اللي انضموا والتحقوا بنا في هذا الصباح واختاروا قناتنا الشروق العامة وبرنامجنا الصباحي صباح شروق من خدماتنا المتميزة أيضا مطبخنا اللي تنتظروا كثير بإمضاء مميز من الشيف حسين. نعاود نصبح عليك بالخير. صباح الخير صباح الخير إيمان صباح الخير المشاهدين اللي مشوف فينا الصبحية اليوم غربنا به ورحنا للغرب. رحنا للغرب اليوم؟ غرب الجزائري يعني رحنا الغرب الجزائري يعني حدود الجزائر مثلا في يعني الحدود وين؟ عرفت مغنية؟ عرفت مغنية؟ نقولوا مغنية تلمسان نعم عرفت ديول ايه بسطيلة بسطيلة عليك نور عيونك لا تشوف الا النور قولها له ليه الجملة واش كنت تقولوا البارح؟ عيونك لا ترى الا النور. ان شاء الله نشوفوا الا النور ان شاء الله باذن الله. اليوم البسطيله. نعم البسطيله اللي معروفه البسطيله كما رانا كي نهضروا على رمضان يعني توسكي حاجه تاع رمضان يعني كما نقولوا الديول هذو الحوايج اللي نستعملهم مكسرات مثلا حاجه اللي وماشي غير رمضان الاعراس الجزائريه الاعراس الجزائريه تقريبا كل الاعراس يديروا نلقاو البسطيله. نعم زمان كانوا يديروا برك البورك لكن الان صاروا ينوروا حتى هنا في العاصمه. حتى في العاصمه نعم يذوقوا من كل مناطق. صح نعم نعم
قلت لك يعني اليوم عندنا بسطيله يعني، وحتى اليوم حاجه حلوه يعني راح نديروها ثاني يعني كما نعرفوا احنا البسطيله شي خيصالي، وكاين يجي حلوه لحال وحده يعني، وكاينه اون جينيرال البسطيله معروفه باللي شي خيصالي تجي حلوه ومالحه. عندنا التحليه اللي راح نديروها اليوم راح نديروا كعك التلمساني. يعني التلمساني ثاني معروف كعك يعني شهير. لي ماكلاش الكعك في تلمسان تسمى من اللي زور تلمسان لازم ياكل الكعك التلمساني. انا اول مره دخلت لتلمسان اول حاجه رحت كليت الكعك من الفرن، عندهم فرن تقليدي تاع زمان يعني يخدموا غير الكعك سبيشاليتي كعك. تحيه يعني كبيره للناس تلمسان لما يشاهدوا فينا. وكي تجوز على الفرن هذاك تشم غير ريحه تاع الريحه، واش من ريحه تشم؟ ريحه زريعه البسباس وريحه حبه الحلاوه، لانه هو يعتمد على نعم على التوابل هادو لازم يكونوا فيه. نعم اوكي نعم. باش نبداو نبداو بالبسطيله نديروا الدجاج تاعنا طيب، باش نقولوا الخطوات كيفاش يكونوا كيفاش يكملوا. اوكي يلا شويه. نعم باش نجي منا تفضل. اكيد اذا نذكروا بارقام تليفون في خدمه الجميع، يمكن للجميع ان يتواصل ويتفاعل معنا على المباشر من خلال ارقامنا. حنايا الوصفه كيفاش تكون فيها؟ قلنا عندنا هنا دجاج، عندنا بصل، عندنا هنا معدنوس، عندنا ملح، عندنا قرفه، عندنا كركم، وعندنا فلفل اسود، وعندنا يعني نحبوا نزيدوا مثلا انا ما زدتش هذا الزيبيس يعني مثلا نحبوا نزيدوا زعفران عادي زعفران. وحنايا ما نعتمدوش يعني الاطباق الجزائريه ما تعتمدش بزاف على الزعفران يعني ما نديروش بزاف زعفران، وحنا عارفوا بلي الغرب الجزائري يعني تقريبا يديروا هذا الزيبيس شغل زياده. انا ما درتش الزعفران هنايا، بالكركم راح يكفي. الكركم يعوض يعطي اللون هذاك. وعندنا الزيت وعندنا زبده واللي يرافقوا يعني هذا البسطيله تاعنا بيان سور. عندنا البيض وعندنا ديول، ديول وعندنا هنايا اللوز مرحي يعني مرحي، واللي ما حبش يدير اللوز يدير كاوكاو يعني عادي جدا مش شرط. عفوا نعم قولي البسطيله تندرب فقط بالدجاج؟ هي أكلش بالبلداشي هي بالدجاج معروفه. بالدجاج بالدجاج معروفه نعم دجاج، ودو بريفيرونس الدجاج بلا بلا عظم بلا بلا نعم بالبلون. لا لا ما ثاني مثلا انسان عنده دجاجه في البيت وعنده ممبر فامي بزاف وحب يديرها كامله عادي، لكن كي طيب ينحيها ويديسوسيها يعني ينحي غير اللحم. نعم حتى الجلده ما فيهاش الجلده تاع كاين بزاف يحبوا الجلده تاع الدجاج يعني نحن نحيو الجلده غير هكذا البلون فهمتني خويا رفيق. نعم الجلده فيها بزاف ديال مشاكل صحيه هكذا دسم دسم. نعم صح. حنا قلنا عندنا هنايا اللوز مرحي وعندنا الشكر كلاص وعندنا مزهر، هادو المكونات اللي راح نديروا بهم البسطيله. حنا نبداو هنايا بعد ما درنا يعني الطنجره هنا طيب نديروا الزيت تاعنا، نديروا الزيت، نديروا الدجاج. شحال كميه الزيت؟ ثلاث ملاعق هكذاك؟ الزيت عادي ثلاثه ولا لانه كثرت راح تقليه. هذا يتقلى شويه ومن بعد نزيد له بصل، وزيد باش يكونوا المشاهدين على علم، لانه الزيت هنا مثلا ما حنا درنا الزيت هذه مش راح تكون ما تبقى لانه حنايا هذا لاصوص اللي نطيبوها دركا نصفيوها لا ما نصفيوهاش، نصفيو غير الدجاج نديو الدجاج ومن بعد نعقدوها بالبيض. اوكي يعني راح نربحوا في الحشو هذا تاع البسطيله، راح نديروا فيه حشو تاع لاصوص مع البيض، وراح نديروا دجاج اللي راح طيبناه ونفتوه من بعدها يكون طيب فلاصوص بيان سور، وراح نديروا الطبقه الاخيره راح تكون باللوز وشيكر كلاص. الزبده هذيك وين راح ديرها؟ هذيك الزبده راح ندهن بها من بعدها ندهن بها ورق الديول تاعي باش كي نديرها في الفرن طيب باش تعطيني هذاك اللون ومام طوم تجي تطرالي باش تولي طريه. نعم نعم. انا نديروا بصل. شحال كميه بصل؟ كميه تاع بصل نديروا حتى ثلاث حبات تاع بصل. ثلاث حبات؟ حتى ثلاث حبات نعم، لانه حنا نحتاجوا لاصوص تاعنا هنايا تكون عاقده، ونحتاجوا صوص تكون باش كي نجمع نسموها بالبيض باش نجمعوها بالبيض تكون عندنا حاجه اللي نجمعوا بها يعني كيما البصل هذا البصل والمعدنوس. نعم هنا نديروا هنايا الدجاج مع البصل، هنا نبداو نديروا توابل، نديروا الملح هنايا، نديروا قلنا كركم، نديروا فلفل اسود والقرفه وشويه قرفه ما نكثروش باش ما تكحناش المرقه غير شويه. وداك نقدروا نديروا عود، نقدروا نديروا عود هنايا ما نكثروش، وفي التزيين نقدروا نزينوا بالقرفه يعني البسطيله تاعنا ماشي مشكل. ويزينوها بشكل كلاس ثاني صح؟ كاين يزينوها بشكل كلاس. نعم هنايا نزيدوا نديروا شويه معدنوس. معدنوس هذاك معدنوس ماشي قصبر. لا لا معدنوس نديروا غير لا مواتيه شويه ونخلوها.
تو ما ديش ثوم؟ لا لا ما فيهاش ثوم. من ثوم؟ ما كاش ثوم. هنايا خلوها طيب حوالي 5 حتى 10 دقائق ونمرقوا نديروا الماء نديروا حوالي كاس كاس ونص تاع ماء كي نديروا كاس هكذا ونخلوها نغطوها ونخلوها طيب عقلها كما نعرفوا احنا لو بلوندي طيب بالخيم يطولش يعني طيابه غير ينفوا يطيب نحيوه ونوروا لهم خطوات يعني خطوه بخطوه حتى نشوفوا كاع كيفاش راح نحضروا البصيله هذه تاع اليوم ونروحوا من بعد نوري لهم الكعك كيفاش راح نحضروه ثاني خلاص ما يديش بزاف وقت الكعك ثاني الكعك نوري لهم برك واحد الطريقه برك ممكن الونسيان كيفاش كانوا يديروها يلا تفضل نعاودوا نوريو الماء اماكننا نعم هنايا كيما نعرفوا الكعك كعك هذا تاع التلمسان الونسيان كيفاش يديروه مي دركا تطورت يعني مش عصرنا نقولوا ولا يعني ولاو يسهلوه يعني تسهيلات في هذا الكعك طريقه التحضير طريقه التحضير ولا فيها تسهيلات اللي هي دركا ولاو يفيتيو التخمار هذاك اللي خمروه من قبل كما الخميره تاع هذا الكعك يحضروها من قبل يحضروها ينجوني من قبل واش يديروا فيها مثلا يحكموا العبر هكذا يعبروا يديروا كاس تاع فارينه وكاس تاع ماء ويديروا خميره تاع البولونجي كما معروف تاع زمان كانوا يديروا خميره تاع البولونجي اللي تجيك شغل الامباكت هكذاك مي دوكا راهم يديروا خميره هذه تاع لا بودر نورمال نديروا خميره ونديروا مغرفه تاع خل ونخلطوا مليح هذاك المكونات ونخلوهم هكذا في عفسه هكذا بون ريسيبيون ولا ونغطوهم ونخلوهم حتى الغدوه هذيك باش نعجنوا بهم الكعك تاعنا هذه الونسيا ميم دركا ثاني يقدروا يحضروهم مثلا الصباح ويجدوهم العشيه ميم يقدروا يخلوهم حوالي ساعه حتى لزوج سوايع ثاني كيف كيف ويحضروا بها الكعك هذا وينجح طريقه تجي ناجحه ودركا يعني تسهيلات راهي دركا راهم يفيتيو هذيك التخمار ما يديروهاش نعم راهم يديروا دركا مثلا كيما لا روسيت تاع اليوم اللي واش فيها هنا كاس تاع زيت فيها كاس تاع سكر فيها هنايا نص كاس تاع ما زهر وعندي هنايا التوابل يكونوا واش عندي انا حبه الحلاوه ملعقه كبيره حبه الحلاوه وملعقه كبيره زريعه البسباس وعندي هنايا زوج ملاعق تاع جلجلان وعندي هنا فانيلا وعندي هنايا ثلاثه خميره بيكان باودر اللي هي خميره الحلوه ثلاثه اكياس يعني هذاك سكر الفانيلا هذاك سكر الفانيلا سكر الفانيلا سكر الفانيلا وعندي هنايا عندي فارينه والخميره تاع الخبز وهذه خميره تاع الخبز جبتها باش يعني نوري لهم الطريقه كيفاش تكون يعني طريقه قلنا سهله يعني نكيلوا عبر بعبر كما نقولوا باش نتحصلوا على جينا مثلا نوري لهم انا كيفاش تكون يعني طريقه سهله جدا نحي لك الديون نعم نخليوها من بعد هنايا نديروا خميره اوكي ونعبروا معليش بك ما دافي ولا نمرق شويه هنا لانه يعني خلاص هنايا نمرق ونخليها هكذا طيب عقلها نحكموا نديروا مثلا اصبر تشوف عليا لطفا لما تدفي اذا كان تبات مش شرط يكون دافي على درجه حراره الغرفه حبيتها انت هذه لا لا نوري لهم حطينا الطريقه السهله ولا لا نوري لهم الانسيان نوري لهم بين زوج يعني نوري لهم كيفاش يخمروا باش يعرفوا بك كيفاش داكور اوكي راح دينا طريقتين هنا نعم اوكي هنا قلنا مثلا نحسبوا بالغير خلينا نديو اتصال باش ما يتلفناش الو صباح الخير الو صباح الخير اخلصتي صباح النور اهلا وسهلا واش راك الاخلاط فيه؟ لاباس الحمد لله وانتوما؟ الحمد لله. نتعرفوا عليك؟ إيمان. لاباس الحمد لله بخير؟ لاباس الحمد لله. أم نور الدين من وهران. مرحبا أم نور الدين من وهران. أم نور الدين من وهران. أهلا وسهلا بناس وهران بناس الغرب. هي بصح الاتصال بكم صعب 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 صعب. الحمد لله هاكي محظوظة اليوم وحنا الحاجة مليحة ما تجيش بالساهل. شغل مليح يطول. يطول. مرحبا وسهلا وش راكي وش راهم كرام دايرين ناس وهران؟ صباح الخير للشيف ثاني. أو بعد الشيف حسين. أهلا وسهلا مرحبا صباح الخير. يسلمك. كراي دايرة وهران؟ لاباس. راهي غاية؟ يا الرياح شويه راهي شويه معتدله اليوم بصح البارح كان الجو ما نقولش بالرياح وكنتي كان حاله كان مغيم من الحاله لا مش مغيم الرياح كانت قويه كان الريح كيما هنا عندنا ثاني في العاصمه معلي انا كنت في الساحل الوهراني الله الله بصحتك ما شاء الله ما شاء الله خلينا لادغاس الله قريب في الصيف انتوما نحتاجكم في الصيف تعرفوا الاهل اهل وهران كيفاش كرامه ما شاء الله كرامه بزاف ما شاء الله ما شاء الله ارواح ومرحبا ما شاء الله ربي يخليك ربي يخليك ربي يخليك خلاص نجي من بعد يعطيك الصحه ربي يخليك ربي يخليك ان شاء الله الله يسلمك قولي لنا الموضوع تاع اليوم حبيتيه البارح كنت باغي نشارك معاكم في الموضوع تاع البارح ايه بصح لحسن الحظ ما قدرتكم تاع خوك خوك اللي يغرك صاحبك
لسوء الحظ، ماشي لحسن الحظ، لسوء الحظ ما قدرتهمش. ايه الله يغرك صاحبك. انا عندي الاخوه تاعي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، ما نقولش باللي بصح عمر، والاصدقاء ثاني بصح عمر الصديق لا يعوض الخو، ما يعوضوش عمره في حياته لا يعوضو. ما كاين هذوك التناوشات بين الاخوه، وكنت بصح خوك خوك صح، ما تنجمش تقول يا ربي. شوف تعيا تعيا هكا تما، ديفوا نتقابلو ديفوا بصح تشرح في خوك ريجوح صح، تروح معي وبالك في المرض ولا وين تلقى صحة خاوتك. يقول لك اللحم كي ريح ولا كي يخنز أكرمكم الله، يقول لك يرفدوا غير ماليه. صح صح بصح بصح بصح. احنا عندنا هذا المثل ثاني نقولوه، المثل هذا ثاني نقولوه. أنا عندي الأخ تاعي في الغربة هو أحن 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 أخ في الأخوة تاعي، ربي يخليه إن شاء الله ويحميه، الله يخليه والله يحفظه ويستره هو ووليداته. باسكو طحت في مأزق انا والزوج تاعي وما لقيت غير هو في كتافي، الحمد لله يا ربي. وعلى بالك بلي الغربه تزيد الحنانه. نقول لخواتي كاع ولخوتي كاع ربي يحفظهم، باسكو عندي الاخ تاعي كبير ثاني فتح لنا الدار تاع العائله تاعنا، ثاني يتلاقانا بصدر رحب الاولاد تاعنا في جونيور وراحتهم عندهم سماكينه. تنقول لهم قول لهم الله يحفظكم والله يستركم، وخوتكم خوتكم يعيو يعيو، والخوت الخو هو الخو. صح ربي يطيب بيناتكم ان شاء الله يا رب، وربي يطيح الحنانه في القلوب. دوم الاحبه والله يدومهم، هذوك بالطبع ما ننسوهمش. صح اكيد. كاين الصديق وكاين الحبيب وكاين بصح الخو، عمر لم لا تعاود تجيب لك خو واحد اخر. صح ما يتعوضش صح. هذو هما. وبالنسبه للموضوع تاع اليوم. ايه. الاطفال في البيت. ايه. من يتولى المهمه؟ المهمه احنا عندنا في انا في عائلتي الصغيره هذه المهمه مشتركه. بينك وبين الزوج الكريم. تحت الضغط عليا بالنسبة بالك واحد 80% بصح المهمة مشتركة. الأم عنده ديماتيغ اللي هو يفرغ لولاده. ديماتيغ اللي يفرغ لولاده. وما يهربلكش هكذا الزوج، ما يهربش من الدار يقول لك أمي السنة وصحابي عندي شغالات عندي. لا لا وكونتخيغ لا، كي يشوفهم أطابلو يشوفهم يريفيزو ولا تنزل يسألهم الأوراق يقول لهم شاكم ديروا شا ما كنتش ديروا. مليح. والنتائج تيجي هو اللي من بعدها هو اللي حاسب، ماشي انا اللي حاسب. شكون اللي يروح للمسيد؟ شكون اللي يروح للمسيد؟ هو اللي حاسب. وعندي الولد تاعي ثاني الابن تاعي بس عندي دو غارسون الله يبارك ربي يخليهم لك ان شاء الله. بنتنا عندها البكالوريا. اي بالتوفيق. عندها سيزيام، عندها سيزيام اني. ربي يوفقه. ان شاء الله يا ربي. تيجي عندي نور الدين يعاون خوه ثاني. اي مليح. نقصوا عليكم شويه. ما خليش هذاك الجيد بين الاخوه، تيجي نقول له تيجي هكا نهضروا على الاخوه، تيجي نقول له خوك كبير عليك هو يقرا اكثر منك، خليه يعاونك شويه. صح. انت واش من الماده اللي يعتمدوا عليك؟ واش من الماده اللي يعتمدوا عليك فيها اولادك؟ نخليهم الاعتماد على النفس بزاف. صح. لكن تعاونيهم في بعض المواد قلتي لنا، واش من المواد؟ نعاونهم بيان سور تيجور ازور معاهم، قلت لك 80% عليا انايا تيجور ازور معاهم. واش من الماده؟ واش من المادة؟ واش من المادة أنت تركز عليها أكثر؟ شوف أنا عندي المواد اللي أنايا نركز عليها، عندي الأدب العربي. إيه ما شاء الله. عندي الفرنسية. إيه. وعندي اللغة الإنجليزية. ما شاء الله لغات يعني. بس أنا قريت اللغة الإنجليزية. إيه الله يبارك. أدب. ما شاء الله ما شاء الله. قريت اللغة الإنجليزية. ما شاء الله. شوية في من الابتدائي هذاك الآخر مساعدة في كاع المواد. إيه. جغرافيا تاريخ وكل شيء، بصح الآخر الأكبر كان يولي يعتمد على روحه. والزوج الكريم واش من المواد يركز عليهم؟ زوج كوتي سيوتيفي تاعو. علمي. مليح هكذا يكون فيه توازن بين العلمي والأدبي. هو شوف هو تخصص تاعه في مجال البناءات وكل شيء. إيه ما شاء الله. الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. مليح هكذا يكون فيها توازن. وانا المواد الادبيه. ما شاء الله. الله يبارك عليك ما شاء الله. قولي لي برك شكون يروح يجيب لي بولتان، انت ولا هو؟ لي بولتان شوف لي بولتان كيما الاخر الكبير الاب يروح يجيبهم، بصح الصغير انا نروح. انت تروحي. والنتائج تبداو تقيموا في النتائج حسب المجهود اللي بذلتوه؟ ديجا لي ديفواغ داروهم. ايه. داروك لي نوت كيما البارح بديت نسقسي قلت لهم يهضر على لي نوت. اعطوني. وتسقسي بزاف على الفرنسي والانجلي صح؟ لا اللي عاونتيهم فيهم الاخلاقي اها جميع المواد كل المواد
يهموني جميع المواد. صح كاين تولي كاين منافسه بينك وبين الزوجه، يقول لك انا درستهم شوفي كوتي سيونتيفيك هم جابوا روحهم فيها. ها يقول لك هي ادبيه بصح حنا لي سيونتيفيك هرمنك. هكذا؟ انا نزعل. هكذا؟ نقول لها معليش راه تلاقيني لولادك راني مقابلتهم. ايوا من بعدها من بعدها يستعرض بصح. ربي يخليكم بعضكم بعض ويطيب بيناتكم وان شاء الله تفرحوا بولادكم يا رب. اخلصي بغيت اليوم اهداء، عندي اهداء. تفضلي اكيد تفضلي. للام تاعي اليوم عيد ميلادها. اه عيد ميلاد سعيد. سعيد كل عام هي بالف خير. ونتمنى منكم ديروا لي الاغنيه تاع الوالده شنو نبغيها. خلاص. ونقول لها بلي ام الله يخليك تاج على ريسها. ان شاء الله يا رب. اللي تلمينا ان شاء الله. ان شاء الله وكل الامهات. سنه قفلت 76 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. وطولت العمر. ربي يطول في عمرها ان شاء الله يا رب. لينا ويخليك تاج في ريسها ما شاء الله. هذا مكان والام تاعي اسمها روى سيريسا. واسمها واسمها؟ اسمها روى سيريس خيرة. خيرة؟ خيرة الاسم روان رو... روان سيرين. اوكي. سيريك خيرة الساكنة بحي الريمي بوهرة. تحية كبيرة لها سنين دائما ان شاء الله يا رب، قد الصحة قد العمر وربي يطول في عمرها. ربي تقعد يتسكت ان شاء الله تلمينا ان شاء الله وتشوفي ولادنا ولاد امين ولاد 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 ان شاء الله يا رب وكل امهات المسلمين. ما كثرتش عليكم ما كثرتش عليكم. يعطيك الصحة. تمثال غادي نشوفها باش نديرها ان شاء الله. مرحبا وسهلا. تحياتي لكل طاقم الشروق ان شاء الله وربي يخليكم ان شاء الله. شكرا لك، بقاي تابعي لانه الاغنيه راهي حاضره، نكملوا برك واش بقى مع الشيخ حسين. ميرسي شكرا لك شكرا لك. باي باي شكرا يعطيك الصحه. شكرا لك. شكرا. تحيات المخرج محمد لامين جنة ديما نساوك شفت. وانت اكيد ما نسيتهمش من خلال تلبيه طلباتهم جميعا. نشكره كثير محمد لامين جنادي لانه الاغنيه راهي حاضره بفضله اكيد. وايضا كل برنامجنا نجح بفضل كل الاخصائيين في مختلف المجالات بما فيهم الطبخ الجزائري اللي لقى رونق ولقى ايضا استمراريه من خلال كامل الشيفان الجزائريين ما شاء الله عليهم في كل القنوات التي تقدم أحسن ما لديها من خدمات من أجل إيصال رسالة أو الموروث الشعبي الجزائري إلى أبعد مستوى. نكمل مع كل ما هو أصالة البسطيلة الجزائرية التلمسانية بالخصوص اللي خاصة بالغرب الجزائري والكعك التلمساني. كنا بدينا في الطريقة الأولى اللي راح يعرفنا من خلالها شيف حسين على الطريقة القديمة كيفاش كانوا يستعملوا يخمروا نعم الكعك نعم صح؟ وهذه الوصفة الخميرة ممكن تتذكر معايا لطفي، أنت قلت لي مرة مش كانت متصلة اتصلت وقالت لك حنايا في الحريرة نديروا الخميرة صح؟ تذكر؟ صح هذه هي يديروها في الحريرة، يعني هذه الوصفة يديروا هذاك. ممكن انا ما حضرتهاش حضرتها بطريقه لانه تختلف، قلنا دائما طريقه من طريقه يعني الطهي هذا من بيت البيت. لا وحتى زمان كانوا امهاتنا الخبز الخميره كما راه يقولها تندار في الماء وحدها صح. يعني عجنوا غير كيما اللي ولات وتتحط جن صح يخلوها تخمر يخلوها تخمر مليح باش يخلطوها مع الخبز صح. كاينين مامي يخمروا ممكن يخمروا يقولوا يا ربي والخميره هكذا بالباء ربي مربيه هذه نعم مربيه وين تربيتي على ايادي جزائريه لازم ايادي جزائريه نعم معروفه هذه مربيه هذه يديروا باسكو يديروا بون كونتيتي يخلوها في الجدار حتى هما كي يحتاجوا مثلا كي يديروا حريره يديروا منها واذا داروا كعك هذا يديروا منها يعني يخمروا بها مام مطلع مثلا يقدروا يخلطوها مام مع المطلع تخمر لهم يعني يخمروا بها لاي حاجه وتجي يعني مليحه تجي خفيفه مثلا كما راح ندير يوم الكعك هذا راح نوري لهم كيفاش يديروا الخميره هذه مثلا كيف حاجه راح نخرج على الموضوع اللي هو هذا كي كانت تتقبلهم القدره واش كانوا يديروا؟ القدره تثقب كانوا يديروا العجين فارينا وشويه ما ويديروها هي تحب نختبرها نختبر اي نعم سهله كانوا عندهم حلول لكل حلول ترموكاس مصره تلعب براقه ولا بيت جزائري ولا بيت جزائري ما عاناش من هذا المشكل انه القدره تتقارب ولا نعم يعني هذو قاعد يزيد تاع الناس يلا نكملوا ما نضيعوش مشاهدينا عندنا درنا بعد ما درنا خميره درنا مغيرفه ولا جم تاع خميره الخبز يعني ونزيدوا هنايا كاس تاع فارينا وهذا اللي كينا به نزيدوا نكيلوا به هنايا كاس تاع ماء ما دافي ولا ما عادي لكن تبات نخلوه يعني يكون عادي درجة حرارة الغرفة نعم
واذا كان يعني حبينا نتزرب نديرو هكا ونديرو من غير فتح خل ونخلطو مليح هنايا. الكعك تلمساني بحت ما نصيبوه حتى منطقة أخرى. تلمساني ما كانش في مكان آخر. مم في بلدان أخرى ما كانش يشبه له ولا. معروف يعني. لا معروف أنه تلمساني لكن بحت يعني ما فيش. نظن في تركيا كاين كعك يشبه له. إيه يجي كبير عليهم. بالك أصله تركي كي تولي. ربما. ناس تلمسان وراكم اتصلوا بينا وتعطونا معلوماتكم. هكذا باش تعطيونا معلومات تخص الكعك التلمساني أصوله منين جات. وإذا كان خاص فقط بالجزائر ومنطقة الغرب الجزائري ولا كاين بلدان أخرى ربما تشاركنا في نفس طريقة تحضيره. هذه كيفاش تكون لطفي؟ هذه هي تكون سائلة هكذا. هذه الخميرة اللي تبات. هذه الخميرة ونغطوها ونبيتوها. الغدوة هذيك نحضروا بها تقعد في الثلاجة حتى أسبوع عادي جدا يعني تكون مكان بارد لأنك تكون في مكان بارد يعني ما تتفاعلش. لازم مكان دافئ. لكن إذا كان احتاجناها الغدوة ما نخلوهاش في مكان يعني بارد اوتوماتيكمون باش تتفاعل لنا يعني خلوها في مكان يكون دافئ. أنت هذه مشرومة واش حدي لنا بها غدوة؟ خبز؟ لا 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 هذه ممكن نستعملها إذا كان عندي الوقت. نعم دوك إذا تفاعلت لي ممكن نستعملها باش يعرفوا المشاهدين لأنه كاين ديزاستوس جدد يعني ميم الخميرة تاع زمان والخميرة تاع دركا سي ديفيرون. ماشي كيف كيف. نعم ماشي كيف كيف. علاش قلت لك باللي نقدروا هذه نستعملوها الكعك عادي جدا ما تعطينا ريحه زمان يعني بنت زمان كنا نستعملوا هذا يعني لاستيس مع الكعك تاعنا. شفتوا شحال الناس ملاح ما يحبش يكذب. صح الناس ملاح ما يبخلش. قادر يقول لهم لا راح نستعمل نخبيوها هذه ونحضر واحد اخرى. لا مليح صراحه مليح وحسن صراحه. ما كانش احسن من الصراحه. صح وينجح باذن الله. اوكي نعم باذن الله. وقلنا المقادير الباقيه اللي تكون حنا كي انفوا تفعلنا هذه انا ما راحش ندير دركا مثلا لو كان ندير دركا ما مش متفعل نزيدوا معها كاس زيت نزيدوا معها كاس نديروا كاس سكر هو الاول سيندوبوه دائما قلنا كي نديروا حاجه تاع كعك ولا نديروا ان جاتو يعني جينوا اي جاتو كي السكر كريستاليزي يعني هذا السكر حبيبات هذا بريفيرونس يكون دايب ما نخليهوش هكذاك ممكن نخليوه تقعد يابسه ما تعطيناش يعني الشيء اللي يعني حابينه لازم تذوب. قلنا نزيدوا نذوبوا هذا الكاس تاع السكر نزيدوا كاس تاع الزيت نديروا نص كاس تاع مزار هذا ونزيدوا ملعقه كبيره قلنا تاع حبه الحلاوه وملعقه كبيره تاع زراعه البسباس ونزيدوا لافاني نزيدوا هنا الثلاثه خميره الحلوى. قلنا اذا كان ما استعملناش مثلا هذا واذا كان استعملنا الخميره هذه نقدروا نديروا كيس واحد يكفينا. اوكي نعم. لا تجينا تحت شبه تاع الغريبيه ولا لا؟ لا ماشي كيف كيف. هذه تجي معلكه شرجور معلكه يشرجور معلكه وبعد حنا نروليوها نديرو دي براسلي شغل كيما نقولوا حنا مقايس كعكعات كعكعات ويكونوا هذا اللي يسمو كعك. كعك يجي كعك بشنو؟ كعكعات يجي يعني مدور يجي دائري تاعو ما يكونش ضيق يكون واسع يعني. تكون تجي واسعه ونطيبوهم عادي جدا. برافو خليوها تخمر وان شاء الله تخمر لنا حنا نروحوا لمحطه اخرى من محطاتنا مشاهدينا بعد هذا النغم الجميل اللي نهديوه لكم. نغم جميل نهديوه لكم الامهات اللي تابعوا في برنامجنا وتحيه خاصه واهداء للام الحديثه اللي صارت ام ما شاء الله عليها سيده مهوبي حياه نوال اللي زادت عندها مولوده سميت على بركه الله مريم باتول تحيه لها ولزوجها حفيظ مهوبي وكل عائله مهوبي. تحية كبيرة لهم وألف مبروك والشفاء العاجل إن شاء الله للوالدة الكريمة. مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم محطتنا الآن راح تكون استشارية قانونية بامتياز. هذه المحطة تكون بإمضاء اللي تعودتوا عليه دائما المحامي محمد بن تيفور نرحبوا به. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أهلا. صباح النور الأخلاط. صباح النور لكم المشاهدين. إذا موضوع مهم أيضا القتل الخطأ بغير عمد يعني الخطأ نفصلوا فيه أكثر. أول شيء نعرفوه من الناحية القانونية ومن بعد نخوضوا في تفاصيل. أكيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خير ما نبدأ به كلامنا حديثنا هذا الصباحي ألا وهو كتاب الله عز وجل ومقتطف من آية النساء آية النساء سورة 92 وما كان لمؤمن بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ يعني ومن يقتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه او وديه لاهله
يعني هذا التشريع الرباني والشرع الرباني اللي في الآية 92 من سورة النساء. أما المشرع الجزائري تناول هذا القتل الخطأ في مادته 288، حيث يقول في مادته 288 من قانون العقوبات الجزائري، اللي تنص على أنه كل من قتل شخصا خطأ أو تسبب بذلك، يعني سبب يكون سبب ذلك مباشر بسبب رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مواعاته للأنظمة المعمول بها، يعني هذا كله يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1000 إلى 20000 دينار جزائري. أركان جريمة القتل سواء كانت عمدا أم خطأ تختلف؟ أكيد بطبيعة الحال أركان جريمة القتل العمدي راح نفصلوا فيها. أركان جريمة القتل الخطأ الركن المادي فيها ألا وهو ماذا؟ القتل في حد ذاته، يعني هذه الجريمة ارتكب ذلك الشخص القتل. الركن المعنوي الجريمة للسؤال اللي طرحته لي هنا يختلف. الركن المعنوي يعني في النية في حد ذاتها تعد ذلك القتل هو الخطأ، بغض النظر أو لا عكس ما هو معمول به في القتل العمدي. القتل العمدي تكون مباشرة، يكون الضرر مباشر ويكون ضرر جسماني أي بأي وسيلة، الهدف منه ولا نيتك ولا نية ذلك الجاني تكون مباشرة من أجل القتل، ما يسمى بسبق الإصرار والترصد. سبق الإصرار والترصد يعني كل حالات القتل، بعكس أنه هذا الشخص اللي دوك نتناوله نفضفضوا في هذا الموضوع هذا تاع القتل خطأ، يعني هنا الاختلاف يختلف في النية. والمشرع الجزائري ما يتابعش الشخص هذاك في الشروع في محاولة القتل، بعكس أنه هذاك الشخص راح يتناول كافة في جريمة القتل العمدي راح يتناول كافة الأمور باش يقتل. يعني هنا المشرع الجزائري تبعوا على محاولته للشروع في القتل، يعني هناك الكثير من الأشخاص يروح باش يقتل عنده نية الإجرامية باش يقتل ذلك الشخص لكن ما يموت، يكون يتسبب له في حادث ويتسبب له في عاهة مستديمة، يتسبب له في عاهة مؤقتة، يتسبب له لكن ما يموت. هنا عنده المشرع الجزائري ياخذ بالأسباب ويتابعوا في محاولة شروع بارتكاب جريمة. طيب حالة الشخص أثناء القتل، وعي الشخص من عدمه هل يكون أيضا سبب من الأسباب التي تبطل جريمة القتل لا العمدي؟ لا لا لا، شوف الأخلاط في هذا المجال هذا القتل خصوصا في المشاريع الجزائرية، القتل العمدي تكون واعي ما تكونش واعي، يعني يعني القتل في حد ذاته تعتبر جناية وتعتبر جريمة، يعني ما عندهاش ما نشوفوش خلفياتها أسبابها، يعني كي تولي للأصل ما كاش جاني يقوم بذلك الفعل في 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 حالات قليلة وقليلة جدا يلقاه يقوم بذلك الفعل شانع بكافة إرادته بكافة وعيه بكافة قدراته العقلية، يعني راح يتناول مؤثرات عقلية، راح يتناول مخدرات، راح يكون تحت ضغط نفسي رهيب جدا، ولا راح يكون يعني كل حاجة وكل يعني فهمت الأخلط فيه. يعني في هذا الباب هذا تاع القتل العمد عنده ضوابط ان شاء الله في المواعيد ضعيفه، لانه هناك تدخل فيها بزاف حاجات. إيه ممكن يقول لك انا ما كنتش في عقلي اكيد ما أكيد. يعني ما تدخلش في اطار القتل. شوف بما انه نركز على النيات، كيف نثبت نيه الشخص اللي قام بجريمه القتل ان كانت القتل سيئه عمدا؟ اي القتل العمدي ظاهر وعنده شروط وعنده يعني حيثيات وعنده اموراته، لكن القتل الخطا دوك نعطيك مثال بسيط جدا كمثال على القتل الخطأ، هو أنك ولا أنك الأخت إيمان تعهدي الرضاعة تاعك أقول بنتك ولا الابن تاعك لمرضعة ما، وهذه المرضعة عندها مرض مرض حاد ولا مرض مزمن ولا مرض قاتل بالرضاعة تاعها، أنت تتجهلي ذلك الشيء وهي يعني بدون قصد بدون نية قصد انها ما تعرفش بفعل تلكم الرضاعه راح تادي ذلكم الصبي ولا ذلكم الطفل ولا الطفله راح تاديها وتسبب لها في وفاه مباشره ولا غير مباشره، يعني ارضاعها لها راح يسبب لها ذلكم الاذى. القتل تقابلوا الوفاه او الموت، الوفاه بطبيعه الحال. ماذا عن عن الحالات ربما المرضيه اللي
داخل المستشفيات اخطاء طبيه ربما يكون سببها او جراءها يتم يكون فيه وفاه لاشخاص. المحاكم بطبيعه الحال تعج بهذه القضايا على الاخطاء الطبيه، اخطاء الطبيه هذا احنا يندرج تحت اطار ما يسمى ب المادة في حد ذاتها الخام اللي تحدثنا عليها، الرعونة وعدم الانتباه وعدم يعني الإهمال في حد ذاته. أنا ندخله في إهمال. طب كان أقول بعض الأطباء حتى لا نعمم يعني ما عندهم ذلكم الضمير الأخلاقي المهني اللي يواجهوا أثناء قيامهم بذلكم المهام الشريفة الموكلة إليهم، يعني يقوم بالعمل تاعه، يقوم بالعمل تاعو لكن ليس على أكمل وجه، يقوموا باستهزاء، يقوموا بالاستهتار، يقوموا يعني يكون بطبيعة الحال بالعمل يكون راسه بعيد على المهنة تاعو، يقوم بعملية جراحية حساسة ومهمة جدا في حياة ذلكم المريض وينسالوا مثلا ضمادات داخل الجسم تاعو، وشفنا العديد من الحالات يقوموا بأخطاء طبية رهيبة جدا. يعني أنت في بعض الحالات تروح تعاني من مرض ما ولا يكون عندك علة ما، تخرج بمرض اخر وعلات اخرى. فهمت يعني هذه الاخطاء الطبيه. شوف اخطاء طبيه ان شاء الله سوف نعالجها مستقبلا في يعني موضوع خاص، لانه الموضوع يعني واسع جدا والناس راهي تعاني بزاف من هذه الاخطاء الطبيه. وقلت لك حتى لا نعمم هنالك الكثير، هنالك الكثير من الاطباء الذين ليس لهم الوازع المهني الاخلاقي الضميري الحي، يعني ما يواجهش ذلكم المهنه يعني بحسن نيه. تبقى يعني مسؤوليه الطبيب مسؤوليه بذل العنايه وليس تحقيق نتيجه. بذل العنايه بطبيعه الحال، لكن لابد لك ان تسبب ولدي الاسباب يعني انا اقول لك ما تمنحش الحياه لذلكم الشخص، بالعكس يعني تعطي له كل ضمانات باش تكون العمليه تاعو. نحكوا في جانب العمليات يعني باش تكون العمليات هذيك ممكن جدا تكون ناجحه، يعني انت كتبدل العنايه بارك الله فيك اخلط فيه، لكن في تلكم بدل العنايه تتفادى الاخطاء الطبيه، ان تتفادى تلكم الاخطاء لابد ان تتفادى الاهمال في حد ذاته باش ما يكونش خطا طبي، هذاك الاهمال هو اللي يسبب الاخطاء الطبيه. أوكي. وهذا ما هو مقصود به في مادتنا 288. استاذ امثله دائما بالنسبه لحوادث المرور. اكيد هناك كثير من الاشخاص يتسبب في حادث مرور، يقول لك انا ما نويتش نقتله، اكيد ما نظنش اي سائق يكون يمشي ينوي يقتل شخص. هنا كيفاش يتصنف من الناحيه القانونيه؟ هنا الاخت ايمن بارك الله فيك سؤال، يعني في هذا المجال تاع حوادث المرور المشرع الجزائري يشوف واش قال، فصل ما بين الشخص هذا السائق، اقول السائق اللي قتل خطا، بيان سور نقولوا قاتل خطا، القتل خطأ نتيجة إفراطه في السرعة ونتيجة سكره، هذه حالتين طبعاً. نتيجة إفراط السرعة، نتيجة سكره، نتيجة عدم احترامه للافتات معينة، نتيجة عدم يعني كل حالة على حدة، ما يولي كأنه عمد، لا هو كل هذه كلها تندرج ضمن القتل خطأ لكنه فصل فيها. أوكي. السياقة في حالة سكر ماذا تفضي إلى حالة وفاة، هنا المشرع الجزائري شدد في هذا، هي قتل خطأ تقعد تندرج تحت ضمن القتل خطأ، هذا ما هذا استهتار لا مبالاة، يعني عدم احترام للأنظمة العامة، ما احترمش عدة العدد هو قتل خطأ، هو قتل خطأ. وإذا كان سبب الوفاة في الطرقات ليس بالعمل البشري وإنما بسبب تدهور حالة الطرقات، هيئات وصية بالطرقات لم تقم بالمهمة الضرورية من أجل كفالة سلامة الأشخاص ويتوفوا أشخاص، هل تندرج ضمن القتل الخطأ أم لا؟ كان دخلوا في هذا المجال هدايا راح نحكموا الجزائر كامل، راح نحكموا قريبا كل المصالح المختصة، تبدأها من المهندس الموكل إليه تلكم خدمة الطريق وإهماله ورعونته وعدم انتباهه وكل ما يندرج تحت المادة 288 تحطها عليه وتقول لماذا لم تقم بصيانة تلكم الطرقات وفق المعايير. القانون الجزائري يكفل هذا الحق، يكفل بطبيعة الحال، يكفل بطبيعة الحال، وهنالك العديد من المتابعات، لكن احنا كشعب جزائري ولا كمواطنين جزائري عندنا الاستهتار، عندنا اللامبالاة، مات الله يرحمه وما نعرفوش القوانين، وما نعرفوش القوانين، وعندنا جهل بالقوانين، وخلوها يعني كما نقولوا بالعامية فليتة،
خلاص مات الله يرحمه، ما نحوسوش في الأسباب والحيثيات، يقول لك هذا أجل وفاة، لكن هذا الأجل وفاة راهم يموتوا الألوف ولا الآلاف طبيعة الحال جراء تلكم الطريق المهترئة، تلكم هذا المهندس يدخل ضمن هذه المادة اللي تقول. نعطيك أمثلة، يعني احنا في 2003 هنالك بنايات جديدة بنيت على مستوى العديد من الولايات، مثلا ناخذ على غير ولاية بومرداس اللي كانت مركز الهزة الأرضية رحمة الله تعالى على جميع من ماتوا في تلك الهزة، يعني كان بنايات غير سليمة، يعني بمجرد وقوع تلك الهزة صارت حوادث لا غالب، ماتوا يعني كان الانهيارات عظيمة جدا يعني، والبنايات بدأت يعني تنهار بطريقة والله مهولة. يعني بالله عليك ألا يسأل ذلك المهندس اللي قاموا مهندسي الذين قاموا بهذا الأمر؟ المفروض ما تنسبش إلى كوارث طبيعية صح؟ بطبيعة الحال لأنه ما تاخدوش الأسباب صح، ما تاخدوش على بالهم اللي بالجزائر ممكن أنها تقع في ضمن الخارطة الخط الزلازل في العالم. يعني بالله عليك ما عندكش انت فكرة كمهندس، راك إطار دولة، راك ما عندكش طبيعة الحال الدولة الجزائرية راح تجيب لك الناس باش تبني ولاد اللي توكل لهم البناء في كذا منشأة، لازم يتوفروا على عديد من المعايير والشروط. يعني هاد الناس ما احترموش هاد الأنظمة والمعايير اللي تحدث عليهم نفس المادة، لأنهم طبيعة الحال بطريقة أو مباشرة أو غير مباشرة أقول قاموا بقتل خطأ للعديد لألاف الناس. هذا ضمن ما نحدث طيب عليه اليوم. طيب أستاذ باش ما نتفرعوش بزاف قاعدة دائما في الموضوع، وشنو هي العقوبات التي تترتب على من كما يقولوا حكم عليه أو ارتكب جريمة قتل؟ شوفي احنا المادة صريحة تقول لك من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1000 إلى 20000 دينار تتراوح. يعني لازم يجوز لا في ضبط. لا شوفي في كثير من الأحيان، شوفي احنا كحقوقيين وكأخصائيين في القانون يعني نواجهوا العديد من يعني يقول لك هذه النصوص هذه القانونية تبرئ ولا بطبيعة الحال ترجع يعني الحبس غير نافذ وتبرئ القتل الخطأ. هو في الشريعة الربانية والشريعة الإسلامية عندك تحرير رقبة مؤمنة أو وصيام شهرين متتاليين بطبيعة الحال لقتلك شخص ما، هذا كحد رباني، هذا هو الحد الرباني في الشرع في المشارع الجزائري يقول يعني مشاف هذاك الجانب يقول لك وشدد في جوانب أخرى. يعني راح يكون مثلا يحكموا عليك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، يعني المشارع مقيد وكل الجمهورية مقيد بكذا يعني معطيات بكذا نصوص مواد قانونية، لكن في التطبيق يعني تلقى هناك مرونة وسهولة ويسر في تطبيق تلك يعني العقوبات على المستوى العملي مستوى يعني أرض الواقع. نشوف العديد من الحالات اللي تبرئ، لكن أنا ما أعز يعني أعز يعني هذه المرونة هادية يعني لي يعني عدم يعني نية ذلك الشخص في القتل. يعني هناك أسباب، لكن أنا نعود نقول لواحد النقطة، أنا لابد من المشرع الجزائري أن كما يسر في هذا الأمر يعسر في حالة ضرورة، حالة نقول ضروري جدا هذه النقطة، الناس اللي تسوق في حالة سكر يؤدي سياقها في حالة سكر إلى الوفاة، لابد من تشديد أقصى العقوبات على هذا، ولابد من يعني نرجعوا هذا النص هذا تاع القتل الخطأ إلى القتل العمدي، لانه بسكرك هذا ولا هذا بقيامك لا مبالاه بطبيعه الحال بقيامك بالسكر نتاع تعرف النتائج الوخيمه تاع الشرب اثناء القياده، تعرف النتائج الوخيمه تاع الشرب في حد ذاته، السكر في حد ذاته تعرف النتائج تاعه، وما ادراك عندما تكون تاسو. وش هو الشيء اللي يتحكم في الديه المدفوعه او التعويض الذي يدفع؟ يعني شوف الديه هنايا كل احنا في المشارع الجزائري أنا دية حسب النظرة تاع القاضي، أنا حسب يعني الاجتهادات تاع المجتمع الجزائري احنا تتراوح ما بين 700,000 دينار جزائري، يعني 70 مليون كدية، يعني ابتداء من 70 مليون، احنا نقولوا 70 مليون، يعني كانت قاضي ممكن أنها تحين ولا ممكن من طرف القاضي، كل
كل قاضي كيفاش يتعامل مع تلكم الدية. وتختلف العقوبة بعدد الأشخاص اللي ربما توفوا بسبب القتل. طبيعة الحال طبيعة الحال طبيعة الحال أنت كي تكون سائق وفي حالة سكر يكونوا معك شخصين أو ثلاثة أشخاص راح يختلف الأمر عندما تكون مع شخص واحد. ما مفهوم؟ لكن هنا والله غير ما جبت التأمين على السيارة جداً. وعلى الأرواح يغطي التكاليف أو التعويضات؟ لا جانب التأميناتي جانب التأمين في حد ذاته يعني جانب آخر. أوكي. لا ما يدخلش ضمن الجانب الجزائي. احنا نحكوا على الجانب الجزائي، الجانب تاع القتل خطأ في حد ذاته. إذا نحكوا لي قضية أخرى. قضية أخرى بطبيعة الحال، يعني الجانب الجزائي شيء والجانب تاع التأمينات وما يشبه ذلك تأمين الشخص لنفسه ولا تأمين الشخص لتلكم المركبة راح يكون بطبيعة الحال في جانب آخر. يعني هذا الموضوع هذا والله متشعب جدا متشعب جدا، لكن لابد من الحيطة والأخذ الأسباب، يعني أخذ الأسباب طبيعة الحال، ولابد من فهم أنه كل إهمال وكل رعونة وكل عدم انتباه وكل عدم معرفة الأنظمة العامة راح يؤدي بك في يوم من الأيام أيها المواطن أي المشاهد الكريم في يوم من الأيام إلى ما لا يحمد عقبه. لابد لك من معرفة تلك الأمور دقيقة حتى لا تقع في ما لا يحمد عقبه. عامل القرابة بين الأشخاص هل يخفف من العقوبة ولا ينفيها كليا؟ ما ينفيهاش. شوف ما ينفيش القاعدة القتل الخطأ. لا القاعدة في حد ذاتها ظاهرة، والمشارع الجزائري لم يستثني، قال هذا لابد أن يكون قريبك ولا ماشي قريبك. المشارع الجزائري وضع مادة وطبقت لكم المادة، ما كانش هنالك استثناءات في هذه الجريمة. الأم مثلا يتوفى ابنها الرضيع نتيجة مادة خطأ، نتيجة مادة. احنا شفنا العديد من الأمهات، نعطيك واحد الأمثلة صارت وقرينا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي تقول لك اسمح لي، كاين اللي تقول لك كانت ترضع فيه ادتها عينها رقدت، نعطيك هذا الميتة ترقد عليه نعطيك هذا الميتة. بطبيعة الحال هذا يعتبر قتل خطأ. هنا القانون يواسيها ولا يعاقبها؟ شوف والله في هذه الحالة هذه تلقى القاضي، قلت لك على كل قاضي ونظرة تاعو لسفاسف الأمور وحيتيات هذه القضية. طيب بالله عليك تجي في بالك مثلا في يوم من الأيام أنه امرأة ولا أم تقتل رضيعها، والله مستحيل. يعني هنا في هذه الحالة هذه تلقى القاضي يعالج هذا الموضوع بسلاسة يعني بمرونة. هنا يكون فيه إجباري أنه تكون عملية تشريح للجثث؟ والله كل حالة كيفاش طبيعة الحال. طبيعة الحال أنت إذا قامت هذه المرأة بأرضع هذه حيكون نتيجة الاختناق، يعني هذا الرضع هذايا قامت بالضغط عليه ونتج عن ذلك اختناقه. هنا بطبيعه الحال طبيب شرعي عندما يعاين تلكم الجثه اقول ذلك هم الرضيع ولا الرضيعه يعني يقوم بتشريح تلكم الجثه. اذا ما خالفت نتيجه التشريح لنظريه الاختناق هنالك حديث اخر. هنا نولوا في نظريه القتل العام. كان نقطة تانية أستاذ، ربما يقدر يكون إنسان قتل شخص عن طريق الخطأ، لكن من الخلعة هذيك تاع الجريمة اللي وقع فيها يقدر يداريها بجريمة أخرى، ربما يخبي الجثة، ربما هنا كيفاش يتعامل القانون؟ هنا بطبيعة الحال هنا تولي أنت لابد لك مثلا ولا يهرب لا قدر الله. إيه أكيد طبيعة الحال نتيجة ذلك الصدمة حتى يعني والله لابد من رزانة وحكمة. نتيجة تلكم الصدمة راح يقوم بأشياء أخرى كما قلت أنت يسبب يعني جريمة أخرى. لابد من الشخص أن يبلغ مباشرة ويسلم نفسه، لابد أن يبلغ عن تلكم الحادثة. إذا ما بلغت راك رايح تتابع بالعديد من التهم اللي من بينها القتل طبيعة الحال، وهنا سوف يختلف القاضي في نيتك لانه راك هربت ولا راك قمت بتوابع لاحقه لتلكم الجريمه اللي ما تبينش الحسن نيه تاع عدم يعني عدم نيتك المبيته لقتله. مفهوم؟ يودع في الحبس بطبيعه الحال لانه اصلا لم يبلغ على جريمه. هنا راه ما كانش تبليغ، هنا العقوبه تزيد تتضاعف وممكن تكيف له جنايه، ممكن انه القاضي في حد ذاته باسكو احنا في القتل الخطا انا نحكوا على جنحه مانيش نحكوا على جنايه بغض النظر على القتل العمدي. اوكي انا نحكوا على جنحه يعني حتى تكيف القضيه يختلف. انت راك قمت بجنحه هذا كي نروحوا لحسن النيه تاعك
قمت بقتله بطريقه غير بطريق الخطا، نخلوها بطريق الخطا، وقمت باخفاء تلك الجثه. هذا يعتبر ماذا؟ ركزوا، واديت جريمه بجريمه اخرى وما بلغت عدم التبليغ. يعني هنا حد تكيف لك جنايه، وهنا القاضي ماهوش راح يشوف حسن النيه تاعك ولا النيه انك قد نيه انا قتلته بطريق الخطا. لم تبرر له العديد من التبريرات وتعطي له كل الاسباب، ماهوش راح يامنك. التقدم يسقط الجريمه؟ التقدم في جنحه القتل الخطا بطبيعه الحال عندنا 3 سنوات، اما في الجنايات لا يسقطها في حدود 20 سنة. كاين تسع بزاف في المناطق الداخليه في الاعراس عاده. اكيد طلقات البارود هنا ثاني تدخل في اطار القتل، في ضمن القتل الخاطئ الخطا، مع انه هنا نولوا الاختصاص الاقليمي لتلكم الجهه. يعني اذا كانت تلكم الجهه يعني نحكوا على، احنا نعرفوا انه ناس الشاويه، تحياتي لهم صباحيه، ناس الشاويه يستعملوا الكثير هذا البارود الكرابيله، ومعروفين فيما بينهم، معروفين في المحاكم على مستوى المحاكم الاقليميه المختصه في تلك الولايات، يعرفوا العادات والتقاليد تاع تلك المنطقه. يعني ما يغفلكمش انه استعمال كذا اسلحه يعتبر ضمن استعمال الاسلحه البيضاء طبيعة الحال. يعني هنا المشارع الجزائري كل منطقة عندها خصوصيتها ويتعامل معها حسب وكل قاضي يتعامل مع القضية حسب خصوصيتها. وشاهدنا العديد من الحوادث المؤلمة اللي نتيجة ما تفضلتي وأن قلتي الأخت إيمان، نتيجة هذه القتالات شوهت ناس وقتلت ناس صح. ويعني نتيجة عدم الاستهتار ولا مبالاة واللي حكينا عليه في أصل المادة. وانت نورتنا بحضورك، الله ينورك، واستفدنا كثير من خلال هذه التوصيات والإضاءة حول الموضوع القتل الخطأ. شكرا لك أستاذ بنتيفور. العفو. إذا المشاهدين مكملين في استعراض فقراتنا ومحطاتنا، نروحوا على فاصل من بعد وراجعين. تفضل. برنامج خاصة الأشقاء التوانسة والمغاربة، هكذا نعم صح نعم حسين؟ نعم، عندي يعني أصدقائي من تونس، يعني نحييهم بالمناسبة، ماهر ومروان وأيوب وأيمن، وعلى رأسهم يعني المايسترو تاعهم اللي هو رياض. تحية كبيرة اليوم لما غلطت لطفي كي قال لك السفير نعم مطبخ الجزائري، والسفير عنده علاقات دبلوماسية. وذكرتوا أشقائنا التوانسة، تحية كبيرة للمشاهد وفي البرنامج مجيد مدني هو والزوجة نتاعو اللي في كل مرة يتابعونا ويلتقطوا لنا صور حتى. شي يشرفنا ويسعدنا ونقدروا ندخلوا مش غير بيوت جزائريين وإنما حتى بيوت أشقائنا العرب في مختلف البلدان العربية. مازلنا متواصلين معكم، ماذا بينا أيضا تتعرفوا على المطبخ الجزائري من خلال مطبخ صباح الشروق. مازلنا متواصلين مع الشيف حسين، شو حنديروا دوكا؟ نعم، قلنا بعد ما حطينا البسطيلة بون الدجاج طابلنا كما راه وجدنا دوكا، حتى المرقة عقدت بها هنايا، عقدت لنا بها نصفيه. وقلنا هذاك الدجاج بيان سور نحيوه من الطنجرة هذه، لأنه راح نديروا المرحلة الثانية، هي المرحلة الثانية اللي نعقدوا هذاك لاصوص هذيك، نعقدوها بالبيض، نديروا على النار هادية. دير كامل البيض؟ ها؟ دير كامل البيض؟ لا، البيض على حسب الكمية اللي عندي. نبداو نديروا بالحبة، نديروا حبة نسيو كاع حتى طيب لنا، نزيدوا الدوزيام طروات حتى تولينا كتلة يعني تاع البيض تتماسك بيان، تولينا كتلة. هذيك راح نديروها لافاص، راح نديروها يعني حشو في هذا البسطيله اللي معروفه. البسطيله فيها 3 مكونات اللي يكونوا لافارس تاعها، اللي هو البيض اللي كنا يعني نجمعوه يعني لاصوص نجمعها بالبيض، وعندنا الدجاج هذا اللي راح نفتوه، وعندنا اخر شيء راح نديروا اللوز هذا مع السكري كلاص اللي نديروا الطبقه الثالثه ونغطوها ونديروها في الفرن تكمل طيابها. راح ندهنوها بعدين بالزبده هذيك ونزيدوا لها جون ديف ونزينوها على الاخير بالقرفه والسكري كلاص كما نحبوا. نروحوا للكعك النقاش لانه ثاني هو عنده يعني وقت تاعه باش يرتاح فيه. بعد ما قلنا حضرنا الخميره هذيك تتفاعل كيفاش تفاعلت يعني صفا صح. ما كذبناش على المشاهدين، لا لا اكيد كما قال لطفي لا لا علاش قلت لك بلي الونسيان ودركا يعني ديفيرون ودركا كاين يعني وسائل كيفاش نقدروا نحضروا اطباق يعني في وقت قصير عادي صح. جدا اليوم يعني حبيت نشارككم هذه الوصفه تاع الكعك التلمساني اللي معروف يعني في تلمسان كما قال الاخ لطفي. اذا كان الناس من تلمسان يعني يعرفوا بلي هذه الوصفه خاصه بتلمسان، يا
يتصلوا بينا. مدامينا مدامينا تعرفونا على اسرار الكاس اسرار الكعك التلمساني التلمساني وتاريخه ايضا مدامينا نتعرفوه. وعندكم ارقام الهاتف راح تظهر اسفل الشاشه، عيطوا لنا من فضلكم. معليش نجي من تما؟ اكيد تفضل شيف حسين. هكذا باش نوري لهم كوزينه كوزينتك خطوات تاع الكعك هذا بعد ما يعني خمرت لنا قلنا الخميره تاعنا. نبدا في الخطوه الثانيه اللي هي قلنا نديروا السكر هذاك تاعنا بيان سور، نديروا السكر ونزيدوا هذاك المزهر هكذا باش يذوب لنا مليح المكون هذاك. نخلطوا مليح المكونات هذو ولا نقدروا نخلطوا مواد الجافه يعني مع الفرينه ونسيو كيفاش نذوبوهم بالخميره هذه. اوكي حتى يتداخلوا مع بعضهم. نعم نزيدوا الزيت نزيدوا قلنا هنايا هذا زريعة البسباس ونزيدوا حبة الحلاوة. بس نفس الكيل نفس مغرفة يعني مغرفة كبيرة ملعقة كبيرة تاع الأكل. ما يجيش حلو بزاف هو ما يجيش حلو بزاف. نعم أنا يجي ماشي يجي يابس شوية ويجي ولا الوستر تاعو هو يجي داخل فيد يجيك شغل مقربش. فوالا نعم هو يجي فيد مع الخميره اللي فيه راح ندوبليو له الخميره صافي هذيك الخميره اللي تنفخو في الوسط يجي فارغ فارغ ويجي في الطرف تاعو يابس هيك تكسر كانه هشاش العظام. هشاش العظام نعم. واللون يديه من زريعه البسباس ومش يجي هكذاك احمر. والريحه ثانية الريحه يعني كي تجوزي على لي بولونجي تاع الكعك تشمي ريحه من بعيد. نعم نعم نزيدوا قلنا الجلجله هذيك مرفه شيف حسين. وهنا على الاخير نبداو نديروا في الفرينه تدريجيا هنايا عينك ميزانك وكاين يخدموا بالميزان عادي جدا ثاني مش مشكل. هنايا مع هنا القهوه ولا مع القهوه نعم ولا اروع نعم. ونزيدوا هنايا قلنا خميره الحلوى اللي هي بيكنج باودر هنا ما نكثروش باسكو قلنا درنا الخميره تاع ديجا انا صحيح. نعم نبداو نخلطوا غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه ونخلوها ترتاح. ديجا بدات الريحه. تاع البسباس. ريحه البسباس وحبه الحلاوه نعم معروفه. نعم. كاين مام خبز يندار بالحبوب هذه الجافه يعني في عفوا بالتوابل الجافه هذه يعني كاين ماشي ملحيه نقدروا نديروها خضراء ثاني ماشي ملحيه. كاين اللي يديروا مام يديروا زريعه البسباس وحبه الحلاوه يديروهم بدون بلا ما يلحيوهم يديروهم حبات هكذاك. نعم. يعني هكذا تكمل في الطريقه حتى تتمسك العجينه. نعم تمسك العجينه مليح كي تتمسك نخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق. بعد ما ترتاح 10 دقائق نفاصوني لي براس لي هكذا الكعكات نحطهم في الفرن يطيبوا مباشره. هنايا قلنا هذه البيضه بالحبه بالحبه حتى تجمع لنا. اوكي. وكي نكملوا نجمعوا هذا يعني الخبزه بوم عفوا المرقه هذه نجمعوها بالبيض كي نجمعوها بعد يكون كلش جاهز نقول لهم الطريقه كيفاش يفاصوني والحبه تاع البسطيله. نعم يعطيك الصحه شيف حسين. الله يسلمك شكرا. ربي يخلي لك هذوك اليدين. شكرا ان شاء الله. شكرا. وما يصيبهم داء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انت وكامل المشاهدين اللي يتابعوا فينا مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. لكن معنا اتصال نقولوا الو. الو الو صباح الخير. الو صباح النور. اهلا. شراكي بنتي لاباس؟ والله غير الحمد لله. وانتي واش راكي؟ والله رحمة ربي بنتي الحمد لله. انا حكمتكم ملي بدات الحصة في الشروق وانا يعقوب. مرحبا بك مرحبا بك محظوظين باتصالك. صباح الخير شيف حسين. صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا. راكم لاباس؟ والله الحمد لله كامل بخير الحمد لله. راكم وليدي لطفي؟ لاباس صميمتي واش راكي؟ والله تمنيت نهضر معاك لاني على بالك كي ولدي. ربي يخليك ويطول في عمرك ان شاء الله يا رب ويحمي كل امهاتنا. لاباس نتعرفوا عليك؟ عيسى من بثنا. ام عيسى من بثنا. عائشه من بثنا. اه سيدة عائشه من بثنا مرحبا بك وبكامل ناسنا من بثنا اهلا وسهلا. هاي حبيتوا اليوم المطبخ تاعنا؟ ايه ربي يخلي حسينا في التقاليد تاعنا ربي يخليك. اليوم غربنا ما شرقناش احنا للغرب. البارح درنا المقطعة يا اخي. البارح المقطعة يعيطوا لها احنا سباغيتي. تعيطوا لها المقطعة واش دار البارح؟ احنا نقول لها المقطعة. اوكي انا تعرفنا حاجة جديدة اسم جديد. المقطعة نديروها بالقديد والفول
ما شاء الله، تعرفوا الطبق؟ نعم. يديروا في الشرق الجزائري. نعم. اوكي، كاش نهار ملا. هي ما معروفه يعني صراحه. يديروها بالحديد والشحمه والفول والطماطم اليابسه، المهم تقاليد. صح، تقاليد، وهذه روعه بلادنا انه نكتشفوا كل خطره تقاليد من منطقه لمنطقه اخرى. نعم. نديروها حامضه وحر. البارح لطفي كي كان فوق فيها سخفني. شاهيناكم بالجنه ان شاء الله يا ربي، شاهيناكم بالجنه. والله يا وليدي لطفي، شفت ملي بدات الحصه وانا باغيه نحكمك ونهضر معك سباتك وليدي. ربي يخليه لك ان شاء الله يا رب، ويحميك انت ويطول في عمرك ويخليك تاج فوق راسه ان شاء الله يا ربي. امين امين. وكي ديروا لي اغنيه هذيك تاع الام، شفت ملي تبدا وانا يعني نبكي حتى نكمل. شفتي يا ربي، نترحموا على ارواح كل امهاتنا اللي غادرونا واللي ميمتو رايحه، يا ربي يطول في عمرها ان شاء الله يا رب. امين ان شاء الله. امين. قولي لنا اولادك شحال في عمرهم؟ انا المزوج تاعي عنده 18 سنه والكبير عنده 37. ما شاء الله ربي يحميهم ان شاء الله يا ربي. هذا اللي شبهتك في وليدي. ايه؟ في السجن. المعزوزي. اها، هذا اللي شبهتك فيه. قلت لك في السجن كي تتفرج فيه. او في السجن مسكين. وين راه؟ اوكي، ربي يفك صراحه. ربي يفك صراحه ان شاء الله يا رب. ربي يفك صراحه ان شاء الله يا رب. ربي يفك صراحه ان شاء الله يا رب. امين. امين امين. وكي كانوا صغار غلبوك شويه في مع القرايه؟ ايه، انا الكبير تاعي نقعد سهرانه معاه حتى نتا البعد. ربي يبارك ان شاء الله يا ربي يبارك له. ودوك راهو خدام؟ الام هي اللي تتعب الاولاد في القرايه وفي كلش. صح، الام الابي يتعب برا والام صح. حتى القانون الجزائري يقول لك مسؤوليه الاب هي الرقابه، والمسؤوليه تاع الام هي العنايه. هي العنايه اللي تربي. صح. انا مع اولادي صحبتهم، نروح نطلع عليهم المدرسه، نطلع اذا مرضوا، اذا هك الاب برا. ربي يخليكم ليهم ان شاء الله يا رب، ويحميهم ان شاء الله يا رب. امين. ربي يحميهم. انا يا ست كي نشوف كانه شفت ولدي. خلاص، ما نبدا دائما تشوفيني صباح. ان شاء الله عندنا في بيتنا. ربي يخليك ان شاء الله. نقدر ندير نمرة التليفون تاعك؟ اكيد اكيد، خلي لي الرقم مع الشباب، انا نتصل بك ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه ميمتي، شكرا على اتصالك. يعيشك. شكرا لك. اذا مشاهدينا، ايمان نروحوا على فاصل ولا بدون فاصل ننتقلوا المحطه، محطة التغذية، لأنه في الغذاء أيضا سلامة الجسد وحتى سلامة الروح. حاضرة معنا الأخصائية في التغذية لاكليس سمية. سارة وتعطينا كل أسامي ربما الخلطات الطبيعية والأغذية اللي لازم نوصفها في حياتنا. صح سارة؟ نعم. اليوم موضوعنا هو مرض النقرس، داء النقرس، ولا نعيطوا له ثاني لا مالادي دو لاغوت. اللي تجي في مع العظمه تاع الصبعتين. فوالا هذيك هي. يعني اليوم حين تحدثوا على هذا الداء، كاين بزاف يعني ناس ما يعرفوش. دونك هو يعني عباره عن نوع من التهابات المفاصل، راح يسبب لنا آلام حادة على مستوى المفاصل، يسبب لنا إحمرار، حساسية، انتفاخ. دونك تكون فيه مجموعة من الأعراض. وش هي الأسباب نتاعو؟ منين يجي؟ الأسباب دونك دايوغ عندنا يصيب الرجال والنساء، بصح راح يصيب لنا نسبة الرجال تكون أكثر من النساء. علاش؟ الرجال هما يعني اللي يكونوا أكثر عرضة. وعلاش؟ فوالا. علاش حنا الرجال نكونوا أكثر عرضة من النساء؟ أكثر عرضة، بون إيزون فيها هكا دي ستاتيستيك، لقاو باللي على جال دونك عندنا لي زورغان انترن تاعنا. يعني هو السبب تاعو، السبب الرئيسي تكون سوء التغذية، بصح عندنا عدة أسباب أخرى. يعني الرجل عنده سوء تغذية ما ياكلش مليح. فوالا. فوالا. ما يهتمش بالغذاء تاعو كما تهتم بالمرأة. نعم. عندنا زمان كانوا يعيطوا له داء الملوك، ولا لا مالادي دي غيش. وعلاش كانوا يعيطوا له هكا؟ باسكو زمان كاين هو السبب تاعو الرئيسي كي تكون نسبه البروتينات عاليه في الجسم. اوكي. وحنا البروتينات كي نتكلموا على البروتينات الحيوانيه، اللحوم الحمراء
دونك يقولوا له داء الملوك، يعني انسان كيكون عادي ما يقدرش كل يوم يتناول اللحوم، باغ واحد اللي يكون لاباس به يعني يعني يتناول اللحوم شاك جوغ، ولهذا نعيطوا له داء الملوك. اذا هذا السبب اللي منتشر عند الرجال اكثر من النساء. داء الملوك، رجل ملك. حتى المرأة ملكة. دونك واش راح يصرى؟ يعني راحين نفهم ونفهم المشاهد الكريم. اسمحي لي، ماشي هو اللي نسميه بالعامية نتاعنا المسمار؟ نو ماشي المسمار. باسكو هو راح يكون ماشي غير على مستوى القدم، هو اون جينيرال يكون على مستوى الابهام تاع القدم، يعني حاشاكم صبع الكبير فوالا كيما رانا نشوفوا في الصور. بصح يكون ثاني على مستوى الايدي، الركبتين، يعني في المفاصل. اوكي، دوك نفهمكم وعلاش يعني سورتو يتركز في المفاصل. دونك حنايا كي نتناولوا بزاف البروتينات، في العاده الكلى تاعنا هما اللي راحين يخلصوا لنا الجسم من هاد البروتينات. كيفاش؟ جسم الانسان يحتوي على واحد الحمض نعيطوا له حمض اليوريك ولا لاسيد اوريك، هذا متواجد عندنا نسبه طبيعيه، يعني النسبه طبيعيه تكون في جسم الانسان. بصح كي نتناولوا كميات كبيره من البروتينات واش راح يصرى؟ هاد وخاصه عندنا نوع هما البيورينات رايحين يتحولوا الى حمض لاسيدوريك، وبهذا راح تزيد النسبه تاعو. وكي تكون النسبه عاليه تاع الحمض اليوريك، الكلى تاعنا ما راحش تكون عندها القدره باش تتخلص منه. هي في العاده لي غا هما اللي راحين يتخلصوا فوالا. دونك كاين تاني عده عوامل اخرى، كاين تاني الاشخاص اللي يكون عندهم مشاكل على مستوى الكلى، عندهم دي بروبليم غينو، دونك لي غان تاعهم ما يقدروش يعني يخدموا بطريقه جيده، ولهذا ما حينش يقدروا يتخلصوا من هاد النسب العاليه. عندنا تاني الاشخاص اللي يكونوا يعانيوا من داء السكري، اللي يكونوا يعانيوا من السمنه، ضغط الدم، اللي عندهم تاني مشاكل الغده الدرقيه، اللي تكون عندهم خمول في الغده الدرقيه، اللي يكون عندهم تاني سرطانات ويكونوا في لا بيريود دو شيميوثيرابي. هذوما كامل العوامل رايحين يؤديوا على ارتفاع نسبه تاع لاسيدوريك في الجسم. دونك واش راح يصرى كي ترتفع هذه النسبه؟ قلنا الكيلة ماهيش حتقدر تتخلص منها، دونك هاد لاسيدوريك راح يتحول دي بوتي كريستو. هاد لي كريستو واش راح يصرى لهم؟ رايحين يتراكموا لنا على مستوى المفاصل، كسوسوا اليدين، لي كود، ولا الرجلين، ولا في القدم. هاد لي كريستو كي يتراكموا هما اللي رايحين هما سبب الالتهابات وسبب الالام الحاده. دونك على هذا حنا يعني باش نتجنبوا باش نوصلوا لداء النقرس، لازم ديجا حنا في التغذيه السليمه ما ننصحوش يعني بتناول اللحوم الحمراء بكثره. كنا نقولوا يعني ليكسي تاع لي بروتيين في الجسم راح يكون مضر، باسكو كي يكونوا بزياده رايحين نتعبوا الاعضاء تاعنا، الكيلة تاعنا رايحين نتعبوهم نخلوهم يخدموا اكثر فاكثر. دونك فلهذا لازم علينا نقصوا ميم بالنسبه للاشخاص العاديه. دونك يعني ماشي اوتوماتيكمون مجميع انسان يتناول بزاف اللحوم راح يصاب بداء النقرس، مي اون جينيرال كي يكونوا بزاف بروتينات في الجسم رايحين يؤديوا الى الاصابه بداء النقرس. الاشكال نتاعو كيفاش يجي؟ تختلف باختلاف حده هذا الحاله ولا واش اللي ميزها؟ هي كيفاش راح يكون عندهم انتفاخات. أوكي. انتفاخ على مستوى القدمين، راح الشخص يحس بالسطر، يكون يعني امال اتروس عنا او نيفو دي جونو، في لي كود، اليدين تاني في اليدين وفي الرجلين، يكونوا اون ديغي تكون حساسيه، يكون احمرار، كانه التهاب مفاصل. فوالا هو نوع التهاب من مفاصل. فوالا نوع من، بصح السطر تاعو يكون بزاف قوي. لذلك يعني لازم يعني نساعدوا بالنسبه للاشخاص اللي تكون ديجا عندها داء النقرس لازم يتناولوا الدواء، دونك باستشاره الطبيب. كي يكونوا في اون بيريود دو كريز عندهم ان تريتمون لازم يتبعوه، بالاضافه رايحين يعاونوا روحهم بالتغذيه.
رايحين باش هكا يساعدوا ولا يقلوا. عندنا مجموعه من الاغذيه اللي رايحه تقضي على هذه النسب العاليه من لاسيديوريك، باسكو يقولنا في هذه الحاله الكلى ماهيش حتقدر تخدم، دونك حنا رانا رايحين نعوضوه بالاغذيه. فوالا بالاغذيه اللي لازم، دوك نبداو نتكلموا على الاغذيه اللي لازم يعني الشخص يدخلها في الحميه ديالو. اوكي. عندنا هاي ليك مجموعه الاغذيه كيما في الصوره. رانا حين نتكلموا الشيء الاول عندنا الليمون ولا لو سيترون، واش راح يدير؟ راح ديريكتومون يقوم بإذابه الاملاح هذوك اللي تكون مترصبه. فوالا. وراح ثاني يقلل لنا من الالتهابات، دونك انا ننصح باش يتناولوه ولا يتناولوا عصير الليمون، لازم يتناولوا عصائر الليمون بكثره. عندنا الحاجه الثانيه راح نتكلموا على عصير العنب ولا لو جو دو غيزون، راح ثاني يساعدنا كثير. راح واش راح يدير؟ راح يقلل من الالام، باسكو كيما قلت لك خويا لطفي يكونوا يعني الام قويه وحاده، دونك راح يساعدنا من تقليل ولا تسكين الالام. عندنا ثاني التفاح، التفاح ننصح باش يتناولوه عصير ولا ينحوا القشور تاع التفاح يغلوهم ويشربوا الماء تاعهم. يعني فوائد في القشره، في القشره وي، قشره يغلوها ويشربوا هذاك الماء، ريحه ثاني تساعد في اذابه حمض اليوريك الاسيد يوريك. عندنا ثاني الزنجبيل، الزنجبيل كيما نعرفوه هو يعتبر مضاد التهابات، سي ان انتي انفلاماتوار باسكو يتكون على كميات كبيره من مضادات الاكسده، ولهذا يعني لازم ننصحوا به باش يتناولوه، يعني سواء يزيدوه للغذاء ولا يتناولوا مشروب الزنجبيل. أوكي. يتناولوه كوم اون تيزان باسكو راح يعمل لنا ثاني على القضاء على داء النقرس. عندنا الكرافس، الكرافس يعتبر من اهم العلاجات اللي رايحه تخلص لنا الجسم والكلى من النسب العاليه تاع لاسيديوريك. راح يقضي لنا على الالتهابات، راح يعمل دور مسكن الالام، كيما راح يخفض لنا من نسبه لاسيديوريك، دونك لازم نستعملوه بكثره في الغذاء تاعنا، ولا يعني بالنسبه للاشخاص اللي يحملوا لوغو تاعو يشربوه كوم ان جو، كنت تكلمت ديجا عليه، هو جد مفيد. يعصروا الكرافس يزيدوا له شويه ماء وشويه قارص ويتناولوا هذاك الجو، يعني راح يخلصهم من هذوك الالام والالتهابات وراح ينقص من النسبه. عندنا ثاني الكوراس ولا لو بواغو او كاين في الصوره، نقدروا ثاني نستعملوه، راح يكون مفيد جدا. احنا اون جينيرال نستعملوه نزيدوه في لي سوب، دونك يعني راح يكون مفيد، راح ينقص لنا ثاني نسبه حمض اليوريك. عندنا ثاني الفجل، فوالا الفجل ولا لي غادي، نقدروا نستعملوهم، كاين اللي يستعملوهم في شلاده اون سالاد، ولا كاين حتى اللي يزيدوه في يعني في لي سوب تاعهم. مكون واحد يكفي ولا نقدروا نجمعوا كامل هذه المكونات؟ ما سي با اوبليجي يعني في يوم واحد رانا حين نجمعوا، يعني نوعوا من التغذيه تاعنا. اليوم رانا استعملنا الفجل، غدوه ان شاء الله نستعملوا هذا الجو، كي نشربوا زعما الجو تاع التفاح، ولا يعني الشخص فوالا. بالنسبه ثاني للزنجبيل، الزنجبيل الطازج يعني اللي نشروه هكاك هو اللي لازم نستعمله. كيفاش تنصحي طريقه تحضيره؟ طريقه التحضير كاين اللي يزيد يحبوا يزيدوه في اون سالاد فوالا يربيوه ولا يقطعوه، وكاين اللي يديروه كوم اون تيزان، يعني يقطعوا دو ولا تخوا ترونش في كاس ما مغلي، يزيدوا هذوك لي ترونش يخلوه يتلق مليح مده 10 ولا 15 دقيقه ويتناولوا هذاك الشيء تاعو، يعني جد مفيد. عندنا ميم الخيار ثاني راح يعمل على، راح ينقي لنا الكلى، راح يطهرهم لنا، وراح ينقي لنا ثاني المسالك البوليه. دونك راح يساعد باسكو حنا قلنا هذاك مشكل في الكلى فوالا، ما كاينش كثر شي يخرج الكلى، هو راح يخرج عن طريق المسالك البوليه. اوكي. دونك الخيار ثاني راح يساعد كثير في واش هي الاغذيه اللي لازم نتفاداوها؟ الاغذيه اللي لازم نتفاداوها كما كنا تكلمنا عندنا اللحوم، بروتينات فوالا، ولا اللحوم، اللحوم الحمراء نو البروتينات اون جينيرال. دونك حنا راح نشوفوا الاغذيه اللي تكون غنيه بالبروتينات هي
اللي لازم نقصوا بها بالنسبة للأشخاص اللي يعني ما زال راهم في حمية غذائية عادية، أما بالنسبة للأشخاص اللي راهم يعانيوا من داء النقرس ولا لا مالادي دو لاغوت لازم يعني يقللوا منها ولا يعني إذا قدروا يتخلصوا منها نهائيا. عندنا الأسماك البحرية حتى السمكة وي عندنا مع أنه السمك يقولوا هو الحيوان الوحيد اللي صديق النمط الغذائي يعني صح هو صديق النمط صديق كل الامراض فوالا. بصح بالنسبه عندنا سمك عندنا لو تون والصومون هادوما يكون فيهم نسب جد عاليه من البروتينات دونك ولهذا لازم ينقصوا يقلوا دونك انا نهضروا على الفئه اللي عندها الامكانيات باش تتناول الاسماك. باغ كونتخ اللي يحب يعني يتناول الاسماك لا كروفيت الجمبري هو فيه يعني يقدروا يتناولوه عادي باسكو فيه يعني كميات جد قليله دونك ميم يكون الشخص يعاني من مرض النقرس يقدر يتناولو نورمال. عندنا ثاني الطون يتفاداوه الطون كما قلنا الطون والسلمون والسلمون فوالا. اللحوم الحمراء كنا تكلمنا عليها فيها كميات هائله والهضم تاعها راح يكون صعيب ورايحه تكون ثقيله على الكلى تاعنا دونك لازم نيفيتيوها. عندنا ميم لاداند ميم لاداند يعني تحتوي على كميات كبيره لازم علينا نتفاداوها. عندنا ثاني لحوم الطيور كاين اشخاص اللي يحبوا يتناولوا لحوم الطيور دونك في هذه الحاله اللي يكون الشخص يعاني من داء النقرس لازم عليه يتخلى عليها يعني يقدروا يعوضوا هذا الشيء كامل باللحوم البيضاء. الطيور ما عدا الدجاج ما عدا الدجاج أوكي. اللحوم البيضاء الدجاج مسموح يقدروا يتناولوه يعني ما فيهش باقي الطيور كلها ممنوعه دونك غير الدجاج. عندنا بعض الخضروات كما رانا نشوفوا عندنا شوفلوغ والسلق فيهم كميات كبيره من البروتينات دونك الشخص اللي يكون مانيش نهضر على الشخص اللي ما راهوش يعاني من داء النقرس الشخص اللي يكون مريض ديجا وراهو اون بلان كريز لازم عليه يتفادى هاد الخضره باسكو تكون فيها نسب كبيره من البروتينات وعلاش رايحه تزيد الفا اغرافي لي شوز دونك راح يزيدوا الالام وراح يزيد الالتهاب دونك لازم تتازم فوالا الوضعيه تاعو راح اخر مكون هو المشروبات الغازيه هما المشروبات الغازيه البروتينات فوالا المشروبات الغازيه فيهم سكر الفركتوز اوكي يكونوا غاليه جدا بسكر الفركتوز سكر الفركتوز واش راح يدير راح يحفز على زياده نسبه تاع لاسيد يوريك في الجسم ولهذا لازم علينا نتوقعوا ان الحلول التقيد بكل ما هو غذاء صحي غذاء صحي فوالا شكرا لك على كل هذه المفاتيح صار لك نورتينا بحضورك فوالا يعني اون تيزان هذه اللي تري امبورطونت الكركدي الكركدي فوالا هذه يعني لا تيزان تاع الكركدي هي عشبه شجيريه دونك حنا واش نسحقوا الاوراق لي بيتال الكركدي هو الشربات اللي يشربوه المصريين صح شربات اللي يجي لونه احمر فوالا كاينه في الصوره دونك هذوك لي فلوغ رايحين نيبسوهم ورايحين نتناولوهم كوم اون تيزان دونك واش رايحين نديرو ناخذوا كاس تاع ماء مغلي وناخذوا الاوراق تاعنا نديروا عندنا اذا المغرفه يستعملوا مغرفه كبيره تاع الاكل في كاس تاع الماء أوكي. يخلوه يغلي دونك ومن بعد يغطوا عليه يخلوه 10 ا 15 مينوت ابري يصفوه ويتناولوه راح يحتوي على كميه كبيره من لا فيتامين سي والاحماض العضويه اللي رايحين يقضونا يعني نهائيا على داء النقرس وعلى الالتهابات ورايح يدوب هذوك لي كريستو اللي يكونوا متراكمين على مستوى المفاصل على كل الانشغالات الخاصه بهذا المشكل. شكرا لك ساره لاكلين نورتينا بحضورك وفي كل مره تفيدينا من خلال كل التوصيات وحتى المواضيع اللي تختاريها مواضيع أخرى في انتظاركم مشاهدينا. ابتكار الجزائر راهي تعيش تطور في مختلف المجالات حتى البيئة عندها نصيب كبير جدا في الاجتهاد. حديقة للعلاج صارت قائمة وصارت أيضا تفيد العديد من الأشخاص المرضى في كثير من الحالات
رح نتعرفوا عليها اكثر وعلى تفاصيلها بحضور ضيفه اللي نورتنا بحضورها واطلالتها واللي رح تعودوا على اطلالتها خلال كل الاسابيع. رح نروح على فاصل من بعده نعود. كم ناسنا في الغربه الجاليه الجزائريه؟ على بالي كثير منكم يتابعونا، يتابعوا برنامج صباح الشروق. اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بكل اوفياء هذا البرنامج. مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام. محطتنا كما قلنا تختلف وتتنوع، لان محطتنا راح تكون خاصه بالبزنات. كي نقولوا البزنات في صباح الشروق نقولوا كريم سمشا. صباح الخير كريم. انا اون بلان. اهلا، انا نشوف فيك ثلاثي انت خدمتك سوشيال ميديا، لازم السوشيال ميديا واخر الاخبار واخر يعني واش يكونوا مشاكل ولا اخر تصريحات. حاجه تفرح، حاجه تفرح من داك نجيبوا معلومات من داك حاجه فوالا تنوعات. صباح الخير ايمان. صباح لاباس الحمد لله. صباح الخير مشاهدينا الكرام مستمعين برنامجنا صباح الشروق، قناتكم قناه الشروق المفضله. البدايه ايمان راح تكون باخبار متفرقه وخبر يعني اللي دار ضجه على تويتر وكثير من الجزائريين كانوا يتساءلوا، كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يتساءلوا، هي كاميليا ورد اللي حطت بوست ويعني تمنات النجاح لاحلام فوالا، وقالت بلي اغنيه حزين من اجمل اغاني اللي سمعتها، هو بعد ما كان جدل صار بيناتهم وقال حكى كان في خلاف من ارب ايدول مع فوالا ايمان، وحكى زميلي موفق على المشكل وكذا. احنا راح نتكلموا على البوست اللي دار كثير من الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وبعد الكل كان ينتظر رد تاع احلام. اسكو احلام ردت؟ اسكو راح ترد؟ والكل كانوا يستناو سورتو لي باج ديال انستغرام. يعني في الاخير احلام ردت وقالت لها شكرا حبيبتي، اتمنى ان كل البوم يعجبك، اسعدتني هذه التغريده واهديك عيوني بس. يعني جميل جميل نشوفوا هذا الروح، خاصه بعد مشاكل من بعد شويه خلافات، مليح كما يحنوا القلوب. فوالا ايمان، نروح الان بالك نديروا مقارنات صغيره ايمان، ونديروا الارقام صغيره ونشوفوا باللي الجزائريين ما يحبوش غير هنا، يحبوا ثاني الاكل. اكيد هذه في كل العالم. نشوفوا باللي فوالا ايمان، نشوفوا باللي ام وليد تتصدر ديباسي سول كينغ على قناه اليوتيوب، والارقام يعني ديباسات بزاف سول كينغ، يعني نجم العالمي سول كينغ نعرفوه. أم وليد عالمية أيضا. أم وليد ظاهرة نظن راهي مصنفة من الأولى والثانية إفريقيا على المستوى الإفريقي، في الجزائر هي الأولى. الأولى إيمان. من دون ما يظهر وجهها. بدون وجهها. نسمعوا غير صوتها. فوالا إيمان. مضمونها باين أنها تدير وصفات للطبخ، ولات كما قلت عندها شهرة كبيرة جدا. نقدر نقولوا عالمية إيمان. صح، وهي مثال ناجح لكل امرأة. ما يعنيش أنك تخرجي تخدمي برا، ما يعنيش أنك لازم تباني، لازم يشوفوك. تقدري من دارك بمحتوى محترم من دون ما تظهري حتى، تقدري تحققي نجاح كبير كما راهي دايره ام وليد. تحيه اجلال وتقدير لهذه السيده اللي قدرت من موهبه عندها في الطبخ تولي اكثر متابعه على المستوى الافريقي والجزائري. نشوفوا الارقام تاعها ايمان، راهي لحقه 8 ملايين فاصل 4 ابوني سور يوتيوب، وكل يعني لي فيو تاعها لحقين 1 مليار 786 مليون مشاهد على قناتها. لا ما شاء الله عليها، وخاصه قبل المواسم قبل رمضان وكذا تزيد تطلع نسبه المشاهده. نسبه المشاهده ما نقدروا نقولوا ام وليد بالك ما كاش دار ما تدخلهاش ايمان، وما كاش منزل ما فوالا. حتى ما عندوش، حتى احنا كنا نهضروا عليها عادي، ما عندناش نديو لها اشهار ولا، لانها ما تحتاجش الاشهار. الكل ولات حتى الوحده اللي تعرف طيب يقولوا لها واش ام وليد، أم وليد يعني ولات بان يعني الرجال بالك. انا اللي حاب نتعلم دي فوا نكتب رسالة ام وليد مين داك ايمان من ذاك نحب نطيب حاجه وحدي في الدار ولا ايمان، ندير ريسات وندير تاع ام وليد باش نشوف لا ريسات وتخرج لي ام وليد. حتى زميلتنا ايمان ايضا مهندسه الصوت تقول لي تخطيني ام وليد ما نتعشاش او دايره خير كبير في العرايس الجدد. ام وليد امنيتنا نشوفوها، ام وليد امنيتنا نشوفوها. فوالا ايمان، نروح الان تجر ايمان في تصدرات وفي الارقام. اريانا جراندي اللي تحتل رقم قياسي جديد في موسوعه جينيس باعتبارها الاولى والوحيده في التاريخ التي احتلت خمس اغاني ها مرتبة الأولى في أسبوع أول من إصدارها حسب بوليوود.
شوفوا باللي صدرت 5 اغاني جدد ايمان، والخمس اغاني احتلوا ترندك واحتلوا جابوا ارقام قياسيه. اللي دخلت موسوعه يعني بشي واحد فنان يخرج 5 اغاني ويحتل وكلهم يتصدروا ترند. دخلت موسوعه جينيس من اوسع الباب. ونشوفوا اريانا باللي صغيره من فلاج ايمان ويعني فنانه راهي جايه واحد تقدم كثير في عالم الموسيقى. فوالا ايمان. نروح الان الى حدث غريب ايمان، وصوره هنا نشوفوا صوره ل إنسانة إيمان، شخص بعثت صورة تحال صديقتها، هي باش تبعث صورة للفستان، شرت فستان باش تبعثها لصديقتها، غلطت بعثتها لإنسان آخر ما تعرفوش. أوكي. على الآيفون إيمان. وهي كي بعثته لحق الميساج عند يعني الشخص آخر فالا الغريب. والشخص كان قال كتب لها ميساج، قالها يعني زوجتي ما رايش في المنزل لكن أولادي قالوا بالفستان يجيك شباب من حفلة العشية. يعني وبعث لها الصورة تاع الأولاد تاعو، قالها فالا يعني اولادي تم قبولهم وقالوا لك الفستان جاك شباب. يعني جميله جميله اللفته اللي لفته فوالا، صرتي كي تغلط في النيميرو ايمان وتبعث لشخص اخر. احنا لو كانت صرادي في الجزائر وتغلط تبعث التصويره يعني مشكل كبير. مشكل كبير كبير كبير. نروح الان ايمان لشركه دراجات هولنديه فان موف اللي كانت تشحن دراجاتها ايمان في كرتون تاع الدراجات ايمان، ومع ذلك لقات مشاكل كثيره في يعني الزبائن تاعها، كانوا يلحقوهم دراجات مكسرين، دراجات ما كانوش يحافظوا عليهم. اخترعت دارت يعني حاجه باش تولي تحافظ على الدراجات تاعهم، دارت يعني الكرتونه تاع باللي تلفزيون ايمان، لو كارتون هذا يبان باللي تلفزيون باش يحضروا عليهم فوالا، باش يحضروا عليهم في الشحن تاع فوالا. دارت تشوفي كيما نشوفوا في الصوره، دارت باللي هاوليك باللي سي ان بلازما، سي ان غرون بلازما، مي هو في الصح هي دراجه هوائيه ايمان. اوكي، فكرة مليحة، فكرة مليحة، بالك باش يحافظوا الزبائن تاعهم يلقاو كثير من الشكاوي ذي. فوالا ايمان. نروح الان الى فنان ايطالي ايمان اللي احنا نقولوا ما لقاوش برا في كومة قش. هذا الفنان الايطالي لقى برا في كومة قش في 24 ساعة ويحوس عليها. ويعتبر بلا عجز بلا عجز قال لهم باش يعني باش نغير مفاهيم الناس اللي راهي تقول انه ما تقدرش تلقى برا في كومة قش، هو باش يغير باللي تقدر، باللي تقدر، باللي تحب حاجه أوكي. تقدر لها. نروح الايمان الى تكذيب اخبار هذه الفقره، فيك نيوز ايمان فوالا. المنشور الاول اللي تم نشره ايمان كثير واشاك فوا يتعاود، هو اللي قال لك شركه مياه استراليه تضع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام على راس علبه المياه، لا تسرف في المياه ولو كنت على نهر على نهر جاري. هنا نشوفوا باللي الصوره ايمان ماريش من استراليا، الصوره هي لطلاب مسلمين بجامعه ماكواري في سيدني خلال اسبوع الوعي الاسلامي سنه 2012. اوكي. هما اشاك فوا يعاودوا يبارطاجيو الصوره ايمان ويقولوا باللي فوالا، ويقولوا باللي شركه استراليه اللي تضع فوالا، هما طلاب مسلمين ايمان من سيدني اللي راهم يعملوا فوالا كثير من الاشخاص. نروحوا ثاني للصوره وتكذيب لخبر ايمان اللي دار الضجه البارح في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه فيسبوك، اللي قالوا هذا الرخام مستخرج من جبال تمرست والجزائر قارة. هذا الرخام ايمان الصوره اللي تم نشرها كثيرا ليست من الجزائر ايمان، هي من دول متفرقه، الاولى اللي على اليمين هو من باكستان، الثاني من امريكا، والثالث من نورمالمون من اوروبا ايمان. فوالا احنا نشوفوا باللي الصور بالك صحيح دائما شفنا الفيديو هكا بوليميك يعني صح ايمان، شفنا مؤخرا ايمان هما الفيديو صح استخرجوا رخام من تمرسه، رخام جميل جدا صح شفناه، بصح ماهوش اللي محطوط في الصوره مش يعني فوالا، هما كاين دي باج يحطوا يجيبوا الصور من يستغلوا الفرصه فوالا ايمان. نروح الان الى فقره تجر ايمان، ونقعدوا فقره المعلومات نجيبوا معلومات. أوكي. ايمان احنا كثير من اللي يحبوا القهوه راح يعجبهم الخبر ايمان، قال لك على عكس ما يعتقد البعض ان القهوه تملك تاثير سلبي على الصحه فقط، فقد اثبتت الدراسات الحديثه ان استهلاك المعدل للقهوه يقلل الاصابه من الزهايمر، الخوف ومرض الباركنسون باركنسون فوالا وتشمع الكبد ويحافظ على القلب. انا نشوف خير منك منا على بها اللي نقدر نقرا مليح، وتشمع الكبد ويحافظ على القلب. على القلب فوالا، هذه لعشاق القهوه اللي قال لك كثير من الناس باسكو يخلعوهم يقول لهم عشاق القهوه باللي تاثير سلبي على الصحه. نروح الان ايمان ثاني معلومه جديده بالك ما كناش نعرفها، سيرتو كي كنا نقراو في البريمار وكنا نتبعوا الحب والقراءه، نشوفوا بالستيلو فيه البوشون تاعو فيه تقبه من الفوق. وي فوالا، احنا ما لبلناش علاش التقبه هذيك مكزيستيها الفوق، هو قال لك على جال الانسان كي يغلط يبلع البوشون هذيك التقبه باش يخليه يتنفس.
اوكي باش ما يتخنقش. فوالا هما خموا بلي يقدر يبلعها، مي خموا ثانيك بلي يقدر يتنفس. صح، صغار يقدروا يتناولوا البوشون. يتناولوا البوشون تاع الاخر. ثانيك دراسه اخرى ايمان ومعلومه اخرى اللي تقول يعتقد الباحثون ان غايه من الخطوط التي يتسم بها الجسم حمار الوحشي هي لحمايته من الحشرات المؤذيه، لذا قاموا في الدراسه بتلوين مجموعه من الابقار بخطوط بيضاء وسوداء ولاحظوا انخفاض لدغات الحشرات بنسبه 50%. ايمان فوالا قال لك المخطوط الملون فيها يعني تفيد الحيوان، الحيوان فوالا ما يقتربوش منهم الحشرات ولا دغات تاع الحشرات. ايمن تسمى حشاك وحش المشاهدين تاعنا حمار الوحشي ما يلدغوش بزاف الحشرات من اللون تاعو هذاك الابيض والاسود. سبحان الله، هذا كان اخر خبر ايمن. اخر خبر ايمن، شكرا لك كريم، شكرا لك كثير من هذه الفقره، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم، فاصل قصير ونواصل. يهدأ البال ايضا وتعطينا راحه نفسيه اكثر شيء. راح نكملوا في بعث الراحه النفسيه لاحلى مشاهدين، نزرعوا ايضا طاقه ايجابيه من خلال محطاتنا وفقراتنا. حضر معنا والي صبرينا لاستعراض محطه البيئه، راح تحدثنا اليوم عن الحديقه العلاجيه الاولى من نوعها بالجزائر. نقول صباح الخير. صباح الخير صبرينا، لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. نورتينا. الله يسلمك تعي. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم جيتكم بحاجة مهمة وهي أول حديقة نموذجية في الجزائر واللي قام بإنشائها المعهد الوطني للتكوينات البيئية، وذلك بمستشفى بن عكنون عبد القادر بوخروفة واللي سميناها حديقة الحياة. داخل المستشفى. داخل المستشفى. نمر إلى التعريف وشن هي الحديقة كما راكم تشوفوا في الفيديو، وشن هي الحديقة العلاجية عامة. الحديقة العلاجية هي تصاميم معمارية تهتم بهندسة المنظر وفق الظاهرة مرضية. وش معنتها هادية؟ معنتها يعني هذه الحديقة العلاجية تختلف من مستشفى إلى آخر، وهذا حسب الحالة المرضية اللي تكون في هذاك المستشفى. أوكي. وإحنا يا هذا المستشفى يهتم بالمرضى ذوي القصور العضوي. يعني كل حديقة عندها غرض علاجي معين. نعم، يعني حسب الحالة المرضية. وحتى التصميم كيفاش يكون يتبدل من حديقة إلى من مستشفى إلى مستشفى. أوكي. يعني حسب حالة المريض في هذاك المستشفى. هي أول حديقة. أول نموذج في الجزائر في المجال البستانة وتهيئة المساحات الخضراء. اختيار علاش كان على مستشفى بن عكنون؟ يعني الاختيار علاش؟ يعني الفكرة جات لازم نهضروا ونشكروا أيضا مديرية شباب والرياضة اللي عندها مصلحة في طب الأطفال. هذه المصلحة تهتم بالجانب الترفيهي التربوي للأطفال. هي تابعة لمديرية شباب والرياضة متواجدة في مستشفى بن عكنون. وأيضا في هذا المستشفى كاين جمعية، هذه الجمعية جمعية الشباب للترفيه التربوي للأطفال. يعني وشفناهم باللي كانوا مهتمين بالبستانة، وشفنا باللي نقدروا نربطوا بين الفكرة تاعهم والفكرة تاعنا. الفكرة تاعنا واش هي؟ أنه هذه الجمعية كانت عندها ميولات في البستانة، وحنا البستانة من خلال المعهد الوطني للتكوينات البيئية، البستانة هي مقوم في البرامج اللي نمدوها، برامج التربية البيئية وتهيئة المساحات الخضراء. يعني قمنا بدراسة هذه الفكرة اللي خرجت في 2010، قمنا بدراستها وجسدناها، صارت مشروع. يعني درسناها من كل النواحي. يعني الأهداف، الفئة المستهدفة، وشن هي هذه الحديقة إلى آخره، وصارت مشروع. حتى نوع النباتات؟ نوع النباتات؟ على ما ركزتوا؟ شوف ركزنا، درنا نباتات، درنا هي لازم ندخل لك للحديقة العلاجية. الحديقة العلاجية تاع بن عكنون وشن هي؟ هي المساحة تاعها 618 متر مربع. تم النشاط، بدينا النشاط فيها في جواء 2018، بالضبط في شهر جواء، في شهر رمضان المبارك. هنايا هذه الحديقة العلاجية وش فيها؟ فيها البيت بلاستيكي. هي كيفاش كما راكم تشوفوا في الفيديو، فيها بيت بلاستيكي. هذا البيت البلاستيكي يساعد هذه المرضى باش يقوموا بعملية البستانة خلال فترة الشتاء. ينتجوا شتالات، هاد الشتالات اللي حيقوموا بغرسها في فصل
الربع ولا الصيف. عندنا أركان في هذا الحديقة العلاجية. عندنا ركن النباتات العطرية، ركن النباتات الطبية، ركن النباتات التزيينية، وعندنا أيضا مستطيل خاص بالفواكه. علاش درناه مستطيل في يعطيك الصحة، وين نقدروا درناه على الارض وين نقدروا نغرسوا اشجار تاع الفواكه. وعندنا ايضا ركن تاع الخضروات وايضا وعلى واش تتواجد هذه، والا شفتوا لاحظتوا لطفي وايمان على واش تتواجد واش يتواجد في هذه الحديقه. حنا خدمنا حاويات، هذه الحاويات جايه متوازيه مع الكراسي، باسكو كاين مرضى يمشيو في الكراسي المتحركه. جعلتوا منها كانها طاولات. يعطيك الصحه، يعني تكون نيفو مع هذه الكراسي المتحركه اثناء مرور عمليه الغرس لهذا المرضى، باش ما يحسوش ما يقدر يعني باش ما يتعبوش، عائق كيغرسوا في الارض. حنا درناها طلعنا لهم التربه على شكل حاويات وين يقدروا يغرسوا. وايضا حتى عمليه صديق المسار سمعتوا درنا ممرات بين هذه الحاويات وين تقدر العجلات تاع الكراسي المتحركه تقدر يمشيوا فيها بطريقه سلسه، يعني ما يلقاوش صعوبات. وايضا هناك عندنا الكوخ اللي متواجد داخل هذه الحديقه العلاجيه. هذا الكوخ مخصص للعتاد تاع البستانه، او ميم طون نديروا فيه المحاصيل تاعهم من ثمار من نباتات اللي يجنيوها طول السنه. انتم بديتوا تجنيوا الثمار تاع هذا المشروع؟ يعني ماشي حنا. بدات النتيجه؟ نعم نعم، بدينا قلت لك حنا بدينا في النشاط في هذه الحديقه العلاجيه في 2018. ويعني حبيت نشكر من هذا المكان نشكر مديريه الشباب والرياضه على دعمها ودعمها خاصة للإطارات المتواجدين تما، الإطارات التوحد المتواجدين تما خاصة خلال جائحة كورونا، يعني على الصيانة وكيفاش كانوا يعني يحافظوا عليها. يعني هما مشرفين عليها الآن. هما اللي راهم مشرفين عليها، يعني حنايا حنا كي خدينا هذه التجربة، خديناها تجربة نموذجية، يعني حنايا في الكوتي التكني كما يقولوا الجانب التقني والتكويني في المعهد. وايضا نشكر جميع مختلف الشركاء على التضامن تاعهم اللي عاونونا من اجل انجاز هذه الحديقه العلاجيه. هما شركاء كاين اقتصاديين، كاين خاصين عموميين، وكاين حتى متطوعين سي دي بارتيكولي اللي عاونونا اتيتر غراتوي. راكم عاونين تنشروا الفكره في مستشفيات اخرى؟ احنا الهدف من انشاء اول نموذج لحديقه علاجيه وشنو هو. احنا قمنا مدينا مشروع كيفاش وش كيفاش بدا كيفاش، يعني مدينا مشروع واجد تجربه واجده، والهدف تاعنا هو اقناع لمن بيدهم القرار في تبني هذه التجربه وتعميمها في كل مستشفى في كل مؤسسات الاستشفائية وحتى شبه الاستشفائية. يعني هذا من بين الأهداف اللي شكون هو اللي مختص في وصف هذا النوع من العلاج للشخص المريض؟ طبيب نفساني ولا طبيب الأعضاء اللي يكون مرافق للشخص المريض؟ هذا العلاج باش ندخلوا في الاهداف ديالها، هذا العلاج هو يعتبر علاج داعم للعلاج الاكلينيكي الكلاسيكي في المستشفى. يعني احنا ما نقدروش يعني نحذفوا العلاج اللي راهو في المستشفى، لكن هذا يعتبر علاج داعم. علاش؟ كاين دراسات في الخارج يعني يعتمدوا على هذا، يعني وهذا العلاج ليس فقط للمرضى فقط، يعني امام الاصحاء أثبت الدراسات أنه البستانة العلاجية تتعاون على الاسترخاء وتنحي الراحة فوالا، تعطيك راحة نفسية، تنحي لك القلق، تنحي لك عدة جو هذاك الأدوية ينسى، خاصة في مستشفى بن عكنون كاين أطفال وكاين حتى كبار، يعني وكاين اللي راهم صديقي يتلقاو العلاج لمدة طويلة في المستشفى، يعني باش ينساو هذاك ينساو فتره العلاج تاعهم، ينساو القلق، نبعدوا عليهم كل ما يعاود يرجعهم للور،
يعني هاد البستانات البستانه العلاجيه تعطيهم مراحه نفسيه. وكما قلت لك حتى في التكوين تاعها عندنا نافوره تاع الماء، وهذه قريناها في هناك دراسه تقول حتى انه نافوره ما درناهاش هكذا برك، حتى نافوره الماء حين صوت خرير الماء يساعد على الاسترخاء. صحيح. شحال معدل الحصص اللي يستفادوا منها المرضى يوميا عندهم خرجات للحديقه؟ لا لا، هي ما تعتبر كحصص، هي شغل نشاط يمارسوه المريض، يعني ما لازمش نحسسوه ماشي مقيد، يعني ماشي مقيد، لا ماشي مقيد، بشرط لازم يكون عندهم مرافقين. وكما شفنا في المرضى المتواجدين، المرضى ذوي القصور العضوي، كاين اللي عندهم مرافقين من الاولياء، وكاين اللي يرافقوهم المعالجين المتواجدين تما. وايضا من بين الاهداف كما سقسيتني من قبيله على الاهداف اللي مسطره في هذه الحديقه العلاجيه، تعتبر كما قلنا داعم للعلاج الكلاسيكي. وايضا شفنا باللي المعالجين والمرافقين لهذ المرضى يعني يعانيوا ضغط، صح، حاجه ماشي سهله، فرصه يعني لهم ايضا انهم يستفادوا. حنا نقصنا لهم، عاوناهم يعني هاد المرضى يكونوا في هذيك البستانه في الحديقه العلاجيه، يمارسوا اثناء ممارستهم للبستانه العلاجيه. وشفنا حنا حبينا نقصوا عليهم يعني يرتاحوا في هذاك الاوقات، شفنا بلي المعالجين عادوا حتى في هذاك الوقت يروحوا للمرضى. نعم، يروحوا يمارسوا هما البستانه العلاجيه، البستانه العلاجيه لتما، يعني لقاو منفس وين هما ايضا يقوموا بالاسترخاء، شعور بالراحه، يعني هما ثاني نحو على خطر. على خاطر ونحيتينا على خاطرنا من خلال هذه الجوله. شكرا داخل الحديقه العلاجيه. وشنو حبيت نشكر مديريه الشباب والرياضه مره ثانيه، واطارات الاطارات اللي راهم يقوموا بصيانه هذه الحديقه. وايضا اذا ممكن لطفي، حبيت نقول للكل اللي راغبين في التكوين البيئي واللي هو لازم منه، ماشي غير التحسيس البيئي والتربيه البيئيه، انا حبيت باش يلتحقوا بالمعهد الوطني للتكوينات البيئيه تاعنا على الرقم 021 96 33 76، او على صفحه الفيسبوك كونسيرفاتوار ناسيونال دي فورماسيون ا لانفيرونمون. بدون شروط؟ شكرا. ما كانش شروط؟ لا لا، سي كاين دي كريتير تو، مي ما عليهم غير يلتحقوا بنا، وحنا نقدموا هاد التكوينات لمختلف الفئات ثم توجهوا. شكرا لك، كان لك صبرينا، نورتينا صبرينا، وحبينا اطلالتك معنا في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. انا وحتى ضيوفنا شبابنا المبدع الذي يبحث دائما عن مستقبل مشرق، يشارك في العديد والكثير من الفعاليات التي يثبت من خلالها روحه ونفسه في مختلف المجالات، لفن التصوير وفن الأدب والكتابة نصيب كبير أيضا في الوسط الشباني. حاضر معنا كل من طارق بوعلام الله، محترف فن التصوير، نقول صباح الخير. صباح الخير، نورتنا بحضورك. الله يحفظك. ونرحب أيضا بجميلة طلبي متوجة بالمركز الرابع للقلم الحر بمصر، وكان عندها العديد والكثير من المشاركات العربية وحتى الوطنية، نقول صباح الخير. صباح الخير جميلة، نورتنا بحضورك. الله ينوركم. إذا بداية نبدأ مع الفن القلم أو الكتابة، أنت مختصة في الرواية في القصة وفي الشعر أيضا، صح؟ الخواطر وكتابة الخواطر. بدايتك مع الأدب وقتاش؟ بدايتي مع الأدب كانت منذ الصغر، ولكن لم أجد من يشجعني لكي أواصل هذه العملية الإبداعية، فكنت أقوم بكبت مشاعري وأدون وأمزق تلك الأوراق، أي بمعنى لأوصل رسالتي، بمعنى مكبوتاتي، لأني تربيت وحيدة في المنزل. عندما يتربى الإنسان لوحده في البيت يجد صعوبة لكي يتواصل مع المحيط الخارجي، ولكي تتواصل مع المحيط الخارجي يجب أن يكون هناك وسيلة، فاخترت الكتابة وسيلة لكي أثبت فيها جدارتي، لكي أوصل رسالتي لمن يعيش تلك الوحدة، أي بمعنى تلك الآهات التي أحس بها أوصلها لغيري. بصح كي كنت تمزقيها شكون اللي راح يتلقى رسالة؟ أي بمعنى هناك شخص يتكلم معي وهو القلم. أوكي. القلم هو صديق، لكي أدون أحكي له أسراري ثم يقوم بحبسها وكبتها في وجدانه،
هكذا. والأهل تاعك هي قالت أنها عشت وحيدة، عشتي مع الأهل تاعك؟ نعم، بين أبي وأمي وأنا أيضا، يعني وحيدة. وحيدة ما عندكش إخوة. أوكي. الأهل تاعك لاحظوا هذا الشيء أنه فيه كبت ربما حاولتي تخرجيه من خلال الكتابة وتمزقي الأوراق، ما حاولوش يبحثوا في تلك الأوراق الممزقة واش كانت فيها كتابات؟ لم أبين ذلك على الإطلاق. أوكي. هذه هي، بمعنى كنت أقوم بذلك مثل يسمى خلسة. وقتاش برك قررت جميلة أنها تشارك كتاباتها وخواطرها مع الناس من وحدة اللي كنت فيها قررت تشاركي، لكن قبل ما تجاوبيني برك نحيلك برك على الميكرو. ربما نسأل طارق، بدايته مع فن التصوير وقتاش كان؟ بدايتي مع فن التصوير كانت من حوالي 6 سنوات. حاولي تشوفيها بس ما تخش الميكرو. حبيت أعمل لك صغير. إيه. ومن حوالي 6 سنوات يعني بديت البداية فعليا. عندي عدة مشاركات يعني وطنية وعالمية، وبدايتي كانت بسيطة فقط بالهاتف. وبعد يعني ديفلوبينا فيها. من بعد ولو عندك آلة تصوير. ومعروف أنه آلة التصوير الاحترافية غالية صح؟ جسامة باهظة الثمن بزاف. في البداية كان يعني صعب باش نشري يعني أدوات التصوير الغالية، ولكن مع مر الوقت يعني وليت بالحاجه لازم عليا باش نشريها. مع ديفلوبيت تما جست مع تطلع لازم عليك تحسن في العمل تاعك وتحسن في الخدمه تاعك، دونك كان لازم نشريها وكان لازم. ومع البدايه الفعليه خصوصا لما شاركت في ناسيونال جيوغرافيك ابو ظبي. شاركت في المسابقه. عندي 3 مشاركات فيها ما شاء الله. عندي مشاركه في روسيا ما شاء الله، وصنفت من افضل 30 مصور في الجزائر ما شاء الله، وكأحسن صورة كأحسن 100 صورة في الجزائر لعام 2019. وش كان مواضيعها؟ الصور اللي شاركت بها؟ موضوع يختلف يعني فيما خص ناسيونال جيوغرافيك كل عام يتبدل الموضوع. يعني العام الأول تاعي كان الموضوع حول الأحياء الشعبية في الوطن العربي. أوكي. هما اللي اقترحوا الموضوع؟ نعم هما اللي اقترحوا الموضوع. كان موضوع الأحياء الشعبية في الوطن العربي. ومؤخرا يعني مؤخرا كان موضوع الوطن العربي خلال جائحه كورونا. يعني وصورة الحي الشعبي كانت من نصيب اي حي شعبي بالجزائر؟ القصبه. بالقصبه. القصبه. علاش بالذات خيرت القصبه مع انه حي شعبي، مع انك ابن قصن ابن سطيف ومنطقه سطيف فيها حي شعبي؟ شاركت بسطيف في المره الثانيه. شاركت بصوره لحي شعبي في سطيف. وفي المره الاولى كانت من نصيب القصبه. يعني واش يستهويك اكثر؟ شنو نوع الصور اللي تحب تاخذهم؟ في البدايه بديت بتصوير شارع. أوكي. لكن بحكم انه المجتمع الجزائري محافظ فما قدرتش نكمل في تصوير شارع، لانه لقيت فيه صعوبات ومشاكل مع المجتمع. باسكو بزاف ناس شغل يخافوا تما لقيت صعوبات في تصوير شارع. ومن بعد التجأت لتصوير لاندسكيب اللي هو تصوير طبيعه، ثم وين لقيت راحتي ولقيت ثاني لين ستيل سما اللي يعجب نال اعجاب الناس هو تصوير طبيعي. هو اسهل ولا اصعب؟ لا اصعب. وش من تكمن صعوبته؟ اختيار الزوايا ولا المواضيع؟ انا في تصوير طبيعه اخترت انه نروح لاماكن يعني معظم الجزائر ما يعرفوهاش، ثم اماكن ما اكتشاف يصعب الذهاب اليها. مثلا كاين بزاف باريزومبل في تيارت كاين شلالات سيدي واضح، وكاين اكفادو، كاين تيكش دال لاك اغون ميما كتما صعب بالذهاب اليه ولكن تعتبر مغامره يعني. والكاتب يعني ايضا الذهاب الى هذه الاماكن بحد ذاته يعني متعه. يعني متعه 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 يعني لحظات لا تنسى وشغل. والكاتب ايضا يلقى متعه من خلال كتاباته مثل هذه الصور ما شاء الله عليها، تليق لها ابيات شعريه وتليق لها مرافقه بقلم صح؟ صح. جميلة ربما تكتب لمواضيع تخص الجمال ولا تعالجي فقط المواضيع الاجتماعية؟ المواضيع الاجتماعية والمواضيع المتعلقة خاصة بفتيات عصر فتيات العصر التي نشاهدها الظواهر الاجتماعية كثرة جرائم القتل مثلا ما حدث في الفترات الأخيرة، فتاة تقتل من أجل سبب تخرج إلى الشارع وغير ذلك. وبهذا الصدد هناك مجموعة قصصية مجموعة قصص قصيرة إن شاء الله هذا العام سأقوم ب نشرها بعنوان جرائم هذا الزمن، وهي تجسد واقع الجرائم في كافة العالم. وبمن تجسدت أي بمعنى من هي ملهمتي في هذه الكتابة؟ أغاثا كريستي.
توقعت لانه مختصه بعالم الاجرام وغيره، وتشوفي انه البدايه اللي اختارها الكاتب والروائي لما يكون في بدايته راح تاثر على مستقبله الادبي وراح تبقاي متخصصه في هذا المجال، ولا يمكن انك تغيري؟ يمكن ان تتغير مثلا مجال، هناك من سيبدع في مجال اخر، مثلا زميل وجد نفسه في مجال التصوير سيبدع ايضا ربما في مجال التقديم، صح؟ او ربما تنتقل لمجال التقديم او مجال الصحافه وذلك، بمعنى ان الانسان ليس لا يبقى مقيد ولا يبقى في مجرد حفره واحده، عليه ان يكون متفتحا على كافه الاشياء الثقافيه، فما دمت في مكان واحد فانك لن تغير شيئا في نفسك. قولي لي برك جميله، اول اصدار لك وقتاش كان؟ اول اصدار كان في شارك فيه كتاب جامع بعنوان جدران، سجناء بين جدران القلم، بخاطرة بعنوان على ضفاف قلبك، والتي شاركت أيضا فيها في مسابقة القلم الحر. وش كان موضوعها؟ هي علاقة حب لفتاة. أخيرا هاي خلاص أنا لقينا جانب احنا من الجرائم، صح، خرجنا من الجريمة، بمعنى تبقى أنه هي تبقى مسيطرة على حياتها، فتاة تحب تعيش، تبقى دائما في تساؤل على ذلك الحبيب، ولكن هي في الحقيقة ما هيش تسأل على الحبيب، تسأل على حياتها هي. بمعنى كي تقرأ حاجة كل واحد كيفاش يدير لها تأويل، صح، كل واحد كيفاش يفهم، كما راح تفهمها انت وكما راح يفهمها الزميل ولا الزميله، كل واحد كيفاش راح يفهم الحاجه. لكل شخص تاويله حينما يقرا قصيده ما او قصه ما، اي بمعنى فهمه لتلك الكتابه. خلي الخيال مفتوح. مثلا تقراين مقالا اجتماعيا، في المقال ستتزود الى ذهنك الكثير من الافكار. فلسفه تجمع ايضا تجتمع بعلم النفس، يجب ان تتوفر في الكاتب، صح، يكون عنده بعد نظر. طيب انت المواضيع اللي تعالجيها عشتيها في حياتك؟ كاين مواضيع عشتهم وكاين مواضيع ما عشتهمش، اي بمعنى ماشي شرط الواحد باش يكتب يكون عاش هذوك المواضيع. لا بليس فوا تاع لي سوجي اللي عاد نكتبهم ما عشتهمش، بناء على الواقع المجتمع اللي عاد نشوفه وعلى صحباتي وعلى العائله وعلى، لكن اللي يكون اصدق هو اللي يعيشه الكاتب ولا اللي ينقله يعمل له اسقاط وقراءه على اشخاص؟ لا دام انت راك تهضر مع هذاك العبد راك تحس به، صافي راك تعيش هذيك اللحظه معاه، هو راح يحكي لك راك تحس. في امبوسيبل تكتب حاجه بلا ما تحسها، على هذه ما نقدروش اسقاط، نقولوا هو احساس مرهف لذلك الشخص الذي سيكتب. وطارق احساسه في الصورة، يعني تقدر تعبر وتنقل إحساسك للشخص اللي يشوف الصورة؟ نعم، نقدر ننقل رسالة، نقدر على حسب يعني نوع التصوير. بصح فحاليا يعني ابتعدت عن كان هو اللي ينقل الرسالة هو تصوير البورتري، لكن وجدت فيه صعوبات كثيرة، باسكو الناس يعني يخافوا من مجرد كبسة زر فقط. لكن إيمان لما نشوفه بورتري أكثر من نركز عليه هو مزاج الشخص اللي يكون موديل، لكن ماذا عن نفسية الملتقط الصورة؟ يعني مزاجك اللي تكون فيه أوكي. لازم تعيش الصورة هذيك، تعيشها وتدرسها قبل ما تلتقط كبسة الزر فقط، بعد يعني في الإيديتينج وكامل أنت تحاول تظهر التفاصيل هذيك على حقيقتها يعني. واشهر الصور اللي انتشرت عبر العالم هي صور البورتري، يعني تبقى هي الشهيره. قلنا برك طارق انت كي تحب تلتقط صوره كما يقولوا تروح عن سبق الإصال والترصد، تدي الكاميرا تاعك وتقول اليوم نخرج باش نصور هذا المكان ولا نلتقط هذه الصوره، ولا لا تكون احيانا تمشي احيانا تكون عفويه؟ احيانا عفويه فقط، يعني تكون صدفه، مجرد صدفه تعقب على بلاصه ولا تعقب على يعني شخص والله في الشارع يلفت انتباهك، لكن معظم الاشخاص ما يتقبلوش شيء، يعني ما يحبكش تصور ما لقريش. انت دائما تحمل معك الكاميرا؟ دائما وين ولا مره نسيتها؟ ولا مره نسيتها؟ ما ممكن ننساها بالهاتف، لازم نلتقط صوره. وكاين لحظات يعني وين نكون ننسى كاميرا وتجي يعني لحظه شغل ما تعاودش تغيظك بزاف، تغيظك انك ملتقط، ما تعاودش شغل تجي لحظه سورتو كي ننساها، توجور كي ننساها تجي لحظه يعني جامي تتعاود. بكبسه زر نختزل الزمن ويمكن ان نروي قصه، تعيش لحظات، تنقل معاناه وتشجع ثاني صوره، تشجع على السياحه. صح، كما انا دوكا الهدف تاعي انه نوضح للناس باللي الجزائر بلد غني يعني بالاماكن
معظم انا يعني بروحي ما كنتش نتخيل كاين اماكن في هذو كيما في الجزائر حتى حتى وين زرتها باش امنت باللي هذو في الجزائر. كل الاماكن زرتها انت الصور اللي التقطتها؟ كل ولايه في الجزائر عندها طابع وعندها شيء يميزها. اجمل الصور وين التقطتها طارق اسمح لي؟ في نفس الفكره. اوكي. هذه هي الفكره. اجمل الصور وين التقطتها في اي ولايه؟ بجايه كاين وهران مام في سطيف ثاني بزاف معنا نسكن في سطيف نصور بزاف في سطيف. اوكي. سطيف يعني اكتشفت يعني من سطيف اكتشفتها كامل واكتشفت باللي ولايه ثاني غنيه بالمناظر يعني وما كنتش نتوقع باللي راني ساكن في بلاصه كيما جميله كيما عرفت قيمتها اكثر. عرفت قيمتها اكثر. ربما هذا هو الشيء اللي يميز اللي يفرق بين الكاتب وبين المصور الفوتوغرافي. كون المصور الفوتوغرافي لازم يكون حاضر في المكان لكن الكاتب والروائي خياله يسافر صح؟ خيالك سيسافر بعد نقطة ممكنة بما أن ستبقى في غرفة مظلمة ربما ستتلوّد إلى سيظن البعض أن في الغرفة المظلمة العتمة سيظن البعض أنها مجرد غرفة مظلمة ولكن ذلك الكاتب أو ذلك الشخص الذي سيكتب بناء على كيف سيكون في تلك اللحظة كيف كان شعورك إن سبق وتحدث مع شخص ما حديثا سلبيا بالطبع سيدون حديثا سلبيا ويأثر على مزاجه أيضا هذه هي أو حدثت له حادثة أو روى له شخص ما شيء حدث معه هو سيقوم فقط بإسقاط المعطيات التي حدثت وسيغير بالشخصية والزمان لكي لا يحيل تلك الإحالة إلى ذلك مباشرة ويقوم بتغيير المكان وهو سيدون وسيكتب. جميل حكي لنا برك مشاركاتك في الدول العربية من خلال كتاباتك للخواطر والمشاركة في مسابقات كيف جرت كيف تم اختيارك؟ هو مباشرة عن طريق كيف تعرفت على تلك المسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي. مواقع التواصل الاجتماعي أول كتاب كان للصديقة أميرة. أميرة هي من قامت بتنسيق وإعداد ذلك الكتاب وهي أيضا كاتبة أبلغ لها تحياتي. في الخاطرة لأجل أول كتاب سجل بين جدران القلم كما سبق وذكرت شاركت بخاطرة بعنوان لأجلها كتب لأجلها كتب هو شخص كتب لفتاة هو روى لها قصة تلك الحب وهناك من سيؤول تلك الفكرة إلى أنها هي عبارة عن حلقة عن حياة اجتماعية. سمعنا حاجة قصيرة بما أنه شفنا الصور لضيفنا وتأكدنا من موهبته راح نتأكدوا الآن من موهبة الكتابة الجميلة. قصص أم خاطرة؟ خاطرة. باش نختموا بها هذه الجلسة. هذه هي الخاطرة التي شاركت في مسابقة القلم الحر والتي فزت فيها في المرتبة الرابعة مكرر وأيضا تم استدعاؤنا للحضور في جوان 26 جوان لحضور المعرض بالقاهرة وأيضا من أجل تعريفنا بمنطقة مصر بالتحديد القاهرة العاصمة وأيضا لكي يعطوا قيمة للمبدع الأدبي. شيء جميل. تفضلي. على ضفاف قلبك، على ضفاف قلبك أقول فتشت في كل العصور، قرأت تاريخ البشر على قهوتي وبحثت مثلك لم أجد. شمسا تسافر في ثنايا الغيمات في زواريب المطر أو كطفل يلهو بكل بساطة يبكي على ضوء القمر تخطيت كلمة أحبك أخشى عليك بين أيام توابيت الضجر فمساكين الشعراء يملأها المزيد من الخطر ودروبهم أشواك نيران جنون دموع حفر من أجل هذا أعذرني إن ذنبي مغتفر فأخذت من عيناك زادي ثم تبعت السفر أولست شاعرتك الأثيرة عذرا فللشاعر المجنون ذنب يغتفر فما عساك فاعل يا من تخطيت كلمة أحبك وفي عشقي عشقا سألني حبيبي أين تذهبين أقول له ما زلت أبحث عن حدود أصابعي ويحق لي في دولة التجوال حبيبي قبل أن يداهمني حبك كنت بدوية تملأ الرمال وجهها بعد أن أخذني الحب إليك غسلتني عيناك على ضفاف بحيرتك واستلقيت فوق سنابل حروفك وقدم لي قلمك أول درس في أبجدية الحضارة أوهن كم أنت رائع لقد تحول فجري إلى قناديل عطس وعناقيد ضوء وأصبح لنجوي حروفي عابرة بهجة وإحنا بهذا الآه كم أنت رائع نقول له آه كم أنت رائعة شكرا لك جميلة شكرا لك طارق فاصل ونواصل